مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انت حر. كم مره الدوله تعهدت بان تدعم الفن والسينما؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا وبنفسه اكثر من مره سبق واكد على هذا الامر. لكن الحقيقه اللي بيحصل على ارض الواقع لا يشير ان هناك اي اتجاه لدعم الفن وصناعه السينما، سواء جهلا، سواء بقصد، سواء المهم في الاول وفي الاخر النتيجه اللي حصل النهاردة هيقول لكم ازاي الدولة لا مهتمة بالسينما ولا مهتمة بالسياحة. ما حدث امس بسبب قرار السلطات المصرية بترحيل مدير التصوير الفلسطيني ايهاب عسل، والذي منع من دخول مصر لتصوير فيلمه مع المخرج هاني ابو اسعد. اولا للي ما يعرفش مين هو المخرج الفلسطيني هاني ابو اسعد، هو واحد من اهم المخرجين في العالم، تم ترشيحه للاوسكار مرتين وربح جوائز في اهم المهرجانات العالمية منها مهرجان كان، ومن اشهر اعماله فيلم عمر وفيلم الجنة الان سنة 2005 الذي حصل هذا الفيلم على جائزة الجولدن جلوب وجائزة من مهرجان برلين السينمائي الدولي. هذا المخرج المحب لمصر كان احد احلامه انه يصور في مصر فيلمه الجديد، وكانت مصر هتستفيد بشكل بالغ من هذا الامر لولا هذا القرار. مش عايز اقول الغير مفهوم، لكن الغير يعني الغير ايه يعني الغير واعي لقيمة الفن. قد تكون سلطات المطار منعت مدير التصوير بتاعه اللي هو ايهاب عسل ورحلته امس لانه مثلا يعني معهوش فيزا او معهوش اذن او لكن في اشياء محتاجه ذكاء ومحتاجه حد بتاع علاقات عامه. انا عارف انهم ناس كويسين جدا في وزاره الداخليه يبقوا فاهمين ما يحصل مشكله من هذا النوع، ما تسيبوهاش لضابط صغير بينفذ القانون. ممكن يروح طالب في التليفون ويقول يا جماعه في هنا مخرج اسمه كذا، يقوم بتوع وزاره الداخليه يروح مكلمين وزاره الثقافه او مكلمين حد في الوسط السينمائي، مين يا جماعه انا ابو اسعد ده؟ يقولوا لهم اه لا ده راجل عالمي زي سكورسيزي وزي دول مع يعني بالاختلافات، فده مهم يا جماعه ان احنا نتعامل معاه بشكل مختلف غير اي واحد داخل. هاني ابو اسعد سافر النهارده من مصر عشان يدور على مكان اخر لتصوير مشاهد فيلمه. اللي حصل ليس مضر فقط لصناعه السينما او سمعه مصر او للاقتصاد اللي هيستفيد بتصوير الافلام العالميه في مصر، لكن ايضا ده مضر للسياحه وبيطرح تساؤلات اهمها مين المسؤول عن هذا القرار؟ وهل هذه القرارات المهمه متروكه في ايد الناس مش عايزين نقول اكتر من انه ممكن يبقى ضابط صغير ما عندوش خبره ما يعرفش خطوره التداعيات اللي هو بيعمله، وارد كل ده، فبيتخذوا قرارات عشان يكون عندنا صوره واضحه يعني عن اللي حصل عشان ما نبقاش بنقول كلام من عندنا. احنا حكينا الواقع كما حصلت، لكن احنا هيبقى عندنا في انت حر هنتكلم مع مسؤولين في اداره الاعلام والعلاقات بوزاره الداخليه لسؤالهم عن سبب المنع دخول المصور ايهاب عسل وترحيله من مصر. هم رد علينا بالفعل، يعني احنا سالنا التحرير، هي رئيس التحرير هنا سالتهم، لان انا اول ما عرفت الخبر اللي قاله لي المخرج الجميل عمرو سلامه كلمت الاستاذه رئيسه التحرير قلت لها من فضلك سالي الرد ليه الناس منعوا المصور من انه يخش، فكان الرد ان ايهاب عسل ما كانش معاه تاشيره دخول ولا موافقه امنيه تسمح له بالدخول الى مصر. طبعا ده اجراء قانوني، احنا مش بنقول تجاوزوا القانون يعني، لكن الغرض يعني كثير من القوانين وكثير من الاجراءات قد تكون في ظاهرها مفيدة، لكن في بعض الاحيان وفي حالات معينة لازم يبقى في حاجة اسمها روح القانون، ولازم نبقى عارفين بنمنع مين وما نمنعش مين علشان ما يحصلش اللي حصل انهم يبنوا الهرم وابو الهول في المغرب فتضيع علينا اموال كتيرة جدا جدا وما نعرفش نصور عندنا بسبب هذه الاشياء اللي فيها نوع من انواع التعسف وعدم تطبيق روح القانون. احنا عرفنا ان لجنة السينما بوزارة الثقافة اعلنت انها هتشكل وفد سينمائي
وهتذهب الى وزارة الداخلية بداية الاسبوع المقبل تقابل سيادة الوزير عشان يناقشوا امور منع الاشقاء العرب من الدخول للتصوير داخل الاراضي المصرية على الرغم من انتهاء او حصولهم على تصاريح تصوير اعمالهم. عشان نفهم تفاصيل اكثر عن الواقعة هيبقى معانا على التليفون المنتج والسيناريست الصديق محمد حفظي وهو منتج الفيلم. يا استاذ محمد اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ انا طبعا مبدئيا خط المشوار حبيبي. انا مش سامعك يا محمد من فضلك ممكن تعلي صوتك؟ طب هنكلمك تاني يا محمد عشان نعرف طيب على ما يجي لنا الاستاذ محمد حفظي يحكي لنا ايه الموضوع لان هو يعني مشارك في انتاج الفيلم اللي كان جاي يتصور هنا النهارده. هيبقى في انتظار هيكون لنا لقاء مهم جدا مع الناقد الفني الكبير والصديق الاستاذ سمير فريد رئيس الدوره 36 من مهرجان القاهره السينمائي الدولي والذي قدم اعتذارا لوزير الثقافه الدكتور جابر عصفور عن رئاسه الدوره المقبله للمهرجان باسباب وصفها بالصحيه. وتضمن الاعتذار عدد من التوصيات قدمها الاستاذ سمير فريد لوزير الثقافه من اجل ضمان الدوره المقبله لنجاحها يعني من المهرجان. في حوارنا مع الناقد الكبير الاستاذ سمير فريد هنتعرف منه عن اسباب وتفاصيل اعتذاره عن رئاسه مهرجان القاهره السينمائي الدولي وما هي ملاحظاته على الدوره 36 من المهرجان وايه ملاحظاته لما دخل الاستاذ سمير المهرجان. الراجل حب يعرف ايه اللي حصل في المهرجانات اللي فاتت فاعتقد انه عنده مفاجآت هيقولها لنا النهارده هننتظرها منه. الاخطاء التي حدثت في الدورات السابقه وهو حاول يتلاشاها ثم بيحاول الاخطاء التي حدثت في الدوره 36 يتم تلاشيها في الدورات المقبله. الو يا استاذ محمد. استاذ محمد حفظي معانا تاني يا جماعه. اهلا بيك. اهلا يا استاذ محمد. ازيك يا استاذ حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك؟ اهلا وسهلا. قول لي يا استاذ محمد ايه اللي حصل بالظبط سواء لمدير التصوير او لهاني ابو اسعد المخرج الفلسطيني الكبير. هو الفيلم ده انا احد اطراف يعني الانتاج الفيلم ده هو فيلم انتاج بريطاني فلسطيني مصري. طبعا هاني ابو اسعد يعني اسم كبير كلنا عارفينه حائز على جائزه الجولدن جلوب الكره الذهبيه ومترشح لاوسكار مرتين على افضل فيلم اجنبي. وفيلمه القادم هيكون بيتصور ما بين مصر وفلسطين. هو كان جاي هو ومدير التصوير بتاعه عشان يعاينوا اماكن التصوير مش عشان يصوروا. هو قيل ان هم جايين عشان يصوروا بس هو الحقيقه ان هم جايين اصلا يعاينوا يشوفوا الاماكن اللي هيصوروا فيها. وطبعا احنا كشركه انتاج يعني اللي احنا الاجراء اللي عملناه ان احنا بعتنا لهم دعوه عشان يحصلوا على تاشيره من السفاره هناك في فلسطين. ومدير التصوير ما راح يقدم على تاشيره اتقال له في السفاره ان هو يعني عشان سنه فوق ال 40 عام مش محتاج تاشيره مسبقه ممكن عادي يخش في المطار بجنسيته الفلسطينيه يعني جواز سفره الفلسطيني. تمام. بس وهاني جه معاه وجم هما الاثنين امبارح الساعه 9 الصبح وجئنا ان هاني دخل ومدير التصوير ايهاب عسل للاسف تم احتجازه وتحقيق معاه وبعد ما اتحقق معاه تم احتجازه لعدد من الساعات وبعدين فوجئنا تم التحقيق معاه. يا استاذ محمد التحقيق معاه بمناسبه ايه؟ انت جاي ليه؟ رايح فين؟ يعني التحقيق بمناسبه ايه؟ يعني ايه التحقيق؟ هل هو متهم بشيء عشان احققه فيه مثلا؟ والله حضرتك انا لحد دلوقتي ما عنديش اي معلومات لان ما فيش حد من الامن تواصل معانا او حتى يدى فرصه لايهاب ان هو يتصل بينا او يتصل باي حد او يعمل مكالمه تليفونيه. يعني هو راجل حاول يتصل بيكو فما مدلوش هذه الفرصه يعني. هو ما كانش عنده وسيله اتصال. هو كان يعني كان بيتحقق معاه وبعد كده اتحط في حجز يعني مع ناس تانيين. اتحط في حجز بتقول؟ على طبقا لكلامه انا اتكلمت معاه بعد ما رجع الاردن هو يعني بيقول ان هو كان محتجز في المطار يعني طبعا يعني مش هو ده المهم. هو المهم ان احنا بس ايه يعني طبعا ان احنا حاولنا نعرف اي معلومه طبعا ما عرفناش نوصل لاي معلومه عن سبب ترحيله. احنا سالنا يا استاذ محمد فقالوا لنا ان هو معهوش تصريح دخول
وانت الكلام اللي بتقوله ان هو لما خد الدعوه اللي حضرتك بعتها له راح السفاره في البلد السفاره المصريه قالوا له انت مش محتاج تصريح تقدر تاخد الفيزا وانت داخل من مصر، فيعني السفاره المصريه قالت له كده وهنا منعوه. بالظبط، طالما فوق 40 سنه يقدر ك يعني حامل جنسيه فلسطينيه يقدر ان هو ياخد التاشيره في المطار او يخش عادي بدون مشاكل. بس يعني واضح ان كان في كلام تاني لما وصل. طبعا احنا في الاخر مش عايزين نعمل بلبله ومش عايزين نعمل مشاكل، احنا عارفين ان البلد بتمر يعني مرحله حساسه وفي مشاكل امنيه وفي مشاكل مع الارهاب، واحنا مقدرين كلنا مقدرين الدور الداخليه يعني بتعمله دلوقتي وبتبذله والمجهود اللي بيعملوه في محاربه الارهاب بس احنا عايزين نبقى برضو يبقى في تمييز شويه لما يبقى حد داخل، حد فنان بصور فيلم مترشح لاوسكار. يعني انت يا استاذ محمد انت كنت متخيل ايه الاجراء اللي كان المفروض يحصل لو هو راجل جاي من وجهه نظر ضابط الجوازات انت ده ما مش عارف ده مين وقال له مثلا انت ما معاك، كنت متخيل ايه الاجراء اللي ما كان المفروض يحصل هم في المطار؟ هل يتصلوا مثلا بمسؤول علاقات عامه في وزاره الثقافه؟ يعني ايه اللي كان المفروض يعني يحصل؟ احنا انا اتصلت هي يعني كذا حد على مستوى عالي جدا منهم نقيب السينمائيين ورئيس المجلس الاعلى للثقافه ومشكورين الاثنين بصراحه بذلوا مجهود ان هم يعملوا اتصالات بالجهات الامنيه اللي كانت مسؤوله عن ده وحاولوا انهم يفهموهم ان ده هاني ابو اسعد ده مخرج عالمي وجاي يعمل فيلم في مصر وده مدير التصوير، هم مجرد جايين يبصوا على الاماكن التصوير اللي ممكن يصوروا فيها. يعني هل يعني تم فعلا الاتصال؟ طبعا. وهم حاولوا يفهموا اللي في المطار للناس اللي في المطار يعني يخشوا فالناس ما يعني ما استوعبتش ده يعني. بالظبط. فانا طبعا في الاخر كان يعني تم ترحيله بشكل مفاجئ حتى ما عرفناش الا للاسف بعد ما ركب الطياره وبعد ما رجع الاردن. وطبعا المشكله الحقيقيه ايه؟ المشكله الحقيقيه ان طبعا احنا بنحاول نبذل مجهود ان احنا نرجع التصوير الاجنبي لمصر بعد ما اختفى لمده سنين طويله يعني. تمام. وبنحاول ان احنا نقول للناس ان مصر امنه وان الناس هنا يعني هتتعامل كويس من قبل كل الناس من المسؤولين من اي جهه معنيه يعني باستقبال الناس دي او التصوير الاجنبي وبنحاول نبذل مجهود ده بقى لنا فتره في الغرفه وفي لجنه السينما في وزاره الثقافه ومركز القومي للسينما وطبعا حاجه زي كده. وارجع اقول تاني اكيد هاني ابو اسعد مش النهارده يعني مضطر انه يعمل كده، هو عايز بس اقول رساله صغيره، هاني ابو اسعد بيعشق مصر بيعشق السينما المصريه. هو من اشد المعجبين بالثقافه المصريه والسينما المصريه من صغره، هو اتعلم على ايدها وما بينكرش ده وبيقول كده بيقول في كل حوار بيعمله قد ايه هو من الناس اللي اتعلموا من السينما المصريه ومن الثقافه المصريه. فهو صراحه كان حلمه ان هو يصور الفيلم ده في مصر او يصور هو ثلث الفيلم او ربع الفيلم كان هيصور في مصر كله على فكره. لكن هو طبعا ما يقدرش يستغنى عن مدير تصويره لان ما ينفعش يصور اكيد اكيد مديرين تصوير يعني واحد. لكن هل يا محمد نقدر يعني نقدر نتدخل في برضه في وزاره الداخليه علاقات عامه ناس هايلين جدا وناس طول الوقت بيتفرجوا علينا احنا بنناشدهم طبعا وعارفين قد ايه هم طبعا في هم كبير وفي مسؤوليه كبيره من الدوله طبعا زي ما قلت لك. يعني هل ده خطا يمكن اصلاحه بحيث ان الراجل يجي ويصور عندنا مرحب بيه وبقيمته الفنيه وبان فيلمه؟ اتمنى لان حتى لو الخطا كان يعني مثلا السفاره اللي بلغته معلومه غلط او اي حاجه كان بس ايه يعني كنا نتمنى ان هو نلحق الموضوع ساعتها قبل ما يترحل لان ترحيله ده رساله مش كويسه يعني للمجتمع السينمائي على المستوى الدولي وعلى مستوى المنطقه يعني انت عارف الاخبار دي بتنتشر بسرعه جدا والنهارده كميه الصحفيين التقليديه والاعلام والسوشيال ميديا والمواقع يعني كلها طبعا أنا الصراحه مش يعني انا مش حابب ان انا اتكلم عن الموضوع لان يعني ده موضوع ممكن يتحل داخليا. انت بما انك انت مشارك في الانتاج يا محمد ومحب للسينما ومحب لمصر طبعا انت عليك الجهه دي واحنا سيب لنا احنا يعني وزاره الداخليه وزاره الثقافه وان شاء الله هيطلع وفد من وزاره الثقافه يقابل السيد وزير الداخليه ونحل الموضوع لان في الاول وفي الاخر هي خساره علينا كلنا مش عايزين في التوقيت ده بالذات يعني ما عندناش طرف ان احنا نخسر سياحه ولا نخسر حتى سايح واحد مش هقول لك واحد كمان بقيمه المخرج وبقيمه افلامه يعني. بالذات يا فندم ان كمان لو في دواعي امنيه تخلي ايهاب يبقى مصدر قلق يعني انا بس عايز اقول ايهاب اصلا
مسيحي بروتستانت يعني قصدي اكيد بعيد يعني اذا كانت ناس هتقول لك اصل ده احتمال يكون حماس وبتاع فلا يعني ده مسيحي اصلا هو اصلا مسيحي يعني فانا مش فاهم ايه القلق الامني وبعدين ده حد اسمه موجود على افلام مهمه وفنان ويعني فصراحه هو طبعا كان اول مره يجي مصر فبالنسبه له هو شخص مسالم جدا حصل له صدمه يعني حصل له صدمه طبعا ويعني ومع ذلك هاني وهو وكده كلهم حابين انهم يرجعوا حابين انهم يصوروا هنا حابين انهم يعني يعملوا فيلم في مصر لانهم بيحبوا مصر وبيحترموا الثقافه بتاعتنا واحنا كمان يا محمد بنحبهم وبنحب شغلهم ونتمنى ان شاء الله يبقوا موجودين ويصوروا فيلمهم هنا واعتقد ان هذه يعني المشكله هتتحل قريب ان شاء الله. متشكرين يا محمد على اهتمامك ومتشكرين على يعني جهدك الصادق في ان انت تعمل سينما محترمه ومختلفه. انا شخصيا بحييك بشكل شخصي. اشكرك يا دكتور مدحت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الموضوع ببساطه يا جماعه ان طبعا الضابط اللي موجود في المطار هو بالتاكيد نفذ القانون. لكن في يعني حاجه سوء تفاهم حادث ما بين السفاره المصريه في البلد الراجل جاي منها وبين لان الراجل مستحيل هيجي يخش مصر وهو مش واثق انه هيخش. ف 100% الراجل لما راح السفاره قالوا له انت مش محتاج ان انت تاخد تصريح وانت داخل والناس هتديك الفيزا وانت داخل، ده اكيد لا فيش حد هيسافر بلد وعارف انهم هيرجعوه. يبقى الخطا هنا يا جاي من السفاره هيبقى جاي من بتاع الجوازات، انا هفترض ان بتاع الجوازات صعب يخطئ لان دي شغلته اللي بيعملها كل يوم، فمستحيل يبقى الخطأ من عنده، بس كان بمنتهى البساطة طالما اتفهم ان ده راجل فنان وده راجل على رأي محمد اسمه موجود على افلام، والتاني ده مخرج عالمي بجد، كان بمنتهى البساطة ممكن جدا جدا يروح مكلم العلاقات العامة في وزارة الداخلية وهم ناس على قدر كبير من الفهم والوعي والاتصال طول الوقت. احنا على فكره ما بنعملش اي شغل من غير وزاره الداخليه، انا عشان انزل اصور وزاره الداخليه اللي بتديني التصريح، فاحنا طول الوقت في علاقات طيبه بتربط بينا وبين وزاره الداخليه كلنا كصناع سينما او صناع فيديو. فكان بمنتهى البساطه الضابط اللي كان في الجوازات كان ممكن يتكلم وزاره الداخليه، وزاره الداخليه تكلم وزاره الثقافه، والموضوع كان يتحل دون احنا مش عايزين نعمل لا قلق ولا عايزين نعمل دوشه زي ما هو بيقول، بس احنا مش عايزين الحكايه دي تتكرر. يعني تكررت مع راجل بيحب مصر وممكن يزعل شويه نقول له معلش عشان خاطرنا فيروح جاي ودي لكن لو اتكررت مع حد اجنبي او حد مش يعني الحادثه على فكره يا جماعه اللي احنا بنعتبرها صغيره دي في العالم كله دي مش حادثه صغيره، يعني الحادثه بتاعت انك تمنع مخرج وتمنع و الحاجات دي بره مهمه جدا، الفن بره له اهميه ومخرج الكبير ده بيبقى اهم من اي مسؤول واهم من السلطه نفسها، لازم نفهم كده ولازم نفهم ان احنا مش عايزين نبقى زي الدبه اللي قتلت صاحبها ونبقى فاهمين قيمه مخرج كبير عايز يخش يصور عندنا احنا نذلل له الصعاب ما نحطش قدامه متاريس ففي الاخر يطفش ويروح ويصور بره مصر. هنرجع للفقرات بتاعتنا واحنا عندنا طبعا الفقره الاسبوعيه بتاعت يوم الخميس اللي انتوا عارفينها وحافظينها والشباب كلهم بيستنوها على مواقع التواصل الاجتماعي ستار اكاديمي. احنا النهارده هيبقى معانا في ستار اكاديمي مين اللي هيبقى معانا يا جماعه؟ ايه عبد الرؤوف، هيبقى معانا ايه عبد الرؤوف هي اللي هتبقى معانا بعد الفاصل نشوف مين اللي طلع ومين اللي خرج. اعتقد مينا كان داخل في النومينيه والناس كلها الشباب كله. انا بحب مينا جدا وبحب محمد شاهين وشايف ان هم شباب مصري واعد وهايل وبجد يعني حرام ان هم يطلعوا من بدري. فاصل واستنانا او ما تستناناش انت حر.
رحبوا معايا بنجمة ستار اكاديمي للعام السادس آية. انا بحب اسم آية عشان بنت اسمها آية، فانا بحب اسم آية ده جدا. آية عبد الرؤوف منورة آية. والله ده نورك. الله يخليك نورك ونور الناس كمان اللي بتتفرج علينا. اللي بيتفرجوا علينا واللي بيصورونا كمان الشباب الجميل ده. منورة آية. بتتابع ستار اكاديمي السبع اللي فاتت؟ طبعا اكيد لازم اتفرج عليه لان ده بروجرام انا بحبه جدا يعني. مش عشان انا اشتركت فيه وكده، بس البروجرام قريب ليا، بحب اشوفه دايما وبحب اتابع كمان الناس الجداد عاملين ازاي وكده. طب قولي لي تابعتي مين بقى وكنت مبسوطه بمين ومين اللي يعني اشرحي لي كده يعني مين اللي لفت نظرك قوي وحسيتي لو خرج هتزعلي قوي؟ بص هما كتير صراحه يعني. انا من اول البروجرام كان عاجبني جدا شيرين، عاجبني كمان ليا، وعجبني طبعا مينا وشاهين، دول قريبين مني قوي. ومين انا كمان؟ هو كل واحد فيهم عنده حته بتاعته. غاده طبعا، غاده غدغدغدغ. طبعا غاده كنت هستضيفها، قالوا لي بعد السيزون ما يخلص. يعني انت شايفه ان اللي فضلوا دول هم اللي كانوا يستاهلوا يفضلوا؟ مش عشان التانيين خرجوا يبقوا وحشين، بس انت يعني لو انت مكان لجنه التحكيم، هل حكمك كان هيبقى زي ما هم ماشيين كده؟ صراحة يعني أنا شايفة إنه يعني اللي موجودين دلوقتي أصواتهم حلوة، على المسرح كمان بيقفوا وقف يعني ستار أو حد هيبقى ستار، يعني عندهم صوت حلو وإحساس حلو، يعني أنا بصراحة شايفة إن هم ماشيين صح. تمام، كويس جدا. يعني هناك عدل طبعا غير مدحة العدل طبعا. لا لا دلوقتي يا جماعة تقدموا لنا حاجة ولا نسمع آية وهي بتغني؟ نسمع آية. آية عايزين نسمعك. الناس في الكنترول، مهندس الصوت الأستاذ طارق، ده بص بقى ده الحكم بتاعي على الأصوات. يا سلام، يلا غنلنا آية. يلا بينا. نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش دموع أحباب، ما بعيش بعيد عنك. أغلبني الشوق، أغلبني، غلبني، غلبني، وليل البعد دوبني، 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 ومهما البعد حيرني ومهما الصوت سهرني، لا طول بعدك يغيرني، ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. الله 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 الله. أنا عم أسمع صوت حلو وغنوة حلوة، مزاجي. انت بتقولي لي انت شكلك كنت متعصب. خالص. لا بص. لا بس ايدي طبعا. لا انا بص هقول لك على حاجه، الواحد بيتعصب غير على البلد دي. طبعا. تمام، يعني الواحد لما بيلاقي موقف زي ده، يعني احنا على فكره دي مش اول مره، على فكره المخرج الذي فاز بجائزه مهرجان القاهره السينمائي الكبرى، المخرج الايراني، الراجل خد موافقات من امن الدوله هنا في مصر، وخد موافقات من كل حاجه جوه مصر، ناس ما غلطوش، واما راح السفاره المصريه في ايران ما رضوش يدوا له تصريح يجي فيلمه هنا، ولما خد الجائزه قال كلمه عظيمه، قال يعني السفاره المصريه منعتني والحضاره المصريه اعطتني الجائزه. فشوفي قد ايه بعض الاحيان موظف صغير او بيروقراطيه او عدم فهم ممكن يعمل فيكي ايه. صح. وانا كنت بحكي ان انا دخلت مره انجلترا وانا فيستي منتهيه، ما خدتش بالي انها منتهيه، الناس كشف على الكمبيوتر، انا بقى لحد يعرفني ده انت في انجلترا، فشافوا ان ما فيش مشكله، الراجل دخل كذا مره، كنت انا ومراتي ودخلوني انجلترا، ادوني فيزا في المطار انجلترا. فالناس لازم يبقى عندها وعي بالسياحه وقيمه البلد وقد ايه واحد بس ممكن ياثر على
ناس كتيره جدا تيجي البلد او ما تجيهاش، عشان كده كنت بتعصب، بس اول ما سمعت صوتك خلاص انا رقت، خلاص انا رقت. المهم يكون رايق. رقت الحمد لله، رقت الحمد لله. يا جماعه النومنين النهارده اخباره ايه؟ نقوله ولا هنتفرج عليه؟ اقوله يعني. طيب هو طبعا كان النهارده مينا وكندا، مش كده؟ انبسطت جدا ان مينا طبعا رجع، ومبروك للمصريين طبعا. طبعا كان في بقى محدش بيسد قدامهم. الناس طبعا قالوا لي على تويتر ان الجزائر، شركات الاتصالات في الجزائر، بلد المليون شهيد اللي انا بحبها جدا، كلنا بنحبها طبعا، وكلنا بنحبها، وعندهم فريق كره عظيم دلوقتي يشرف العرب كلهم الحقيقه. كانوا عاملين الاتصالات ببلاش، اشك طبعا في الحكايه دي، لكن هم قالوا كده وطلبوا مني ان انا اخلي شركات الاتصالات في مصر هنا تعملها ببلاش عشان خاطر مينا وشاهين. قلت لهم لا، ده انتوا لما تشوفوا حاله تودوكوا، ولا فارق معاك، ولا فارق خالص. احنا في الاخر اللي فضل مينا ويا كندا هي اللي خرجت، كنزة اللي خرجت، مينا موجود معانا. وطبعا برضو يعني نحب نقول للناس اللي بيحبوها كلهم يعني ما تزعلوش، هي وصلت لمرحله كويسه جدا. وبعدين يعني البروجرام ولا حاجه، هي بعد كده بتبتدي حياتها يعني. البروجرام بس بيعرف الناس بيها طبعا، بس بعد كده بتبتدي يعني. تعالي نسمع كندا بقى اللي خرجت. يلا بينا. يلا. الكل رح يسأل عنك يا كنزة، ورح يصوت لك كمان الليلة. مساء الخير باتي. خلال الأسبوع شرحته لكنزة سبب تسميتها، برأيك قدرت الليلة تشتغل على نقاط الضعف؟ طبعا، لأنه لما التلاميذ بحسوا حالهم بخطر بدوبلوا إذا بدك جهدهم. وأنا بدي أقول عن كنزة بالذات، يعني كنزة لو ما بنعرف نحن قديش قدراتها بالتمثيل وبالغنى ما بنزعل منها ومنحطها نومينيه. فبالتالي هلأ الليلة قدرت تخطط هيدا الشيء، وعندها رقية بحضورها وبغنائها وبشكلها. كتير كنزة هيدا الرقية رح توصلها لمحل خاص فيها، عندها خصوصية كنزة. بنت شكلها جميل جدا وصوتها جداً. جميل جدا، ويعني هتبقى نجمة على فكرة. اكيد طبعا صح. يعني لو اشتغلت على نفسها كويس طبعا، بعد البروجرام ابتدت بقى خلاص نجمة، دي مرحلة حاجة. يعني لازم تشتغل على نفسها كويس قوي، بس هي عندها مواصفات. لا هي عندها طبعا، مش كده؟ طبعا. ايه رايك في صوتها؟ لا صوتها حلو جدا، وهي كمان وشها كيوت ولذيذة جدا. يعني من البنات اللي قريبين لقلبي في البروجرام. طب تيجي نسمع معانا كمان حاجة كده عشان نبقى يعني مالينا ودننا. يلا جدا. يلا. يا ليلي روحي لحبيبي نادي، وأمان عليكي طولي لو حالي، من يوم غياب روحي ريحالي، ما نمتش عيوني والنام بأحلام بيه، الليالي روحيله عن شوقي ونار يحكيله، ييجيلي إلا هجيله مش قادر ببعض وعيش، وقوليله كفاية ويخلي بعض الهاية، مش عايزة نغيره معايا والباقي ما يلزمنيش، يا ليالي روحيله عن شوقي ونار احكيله، يجيلي يا اما هجيله مش قادرة في بعض وعيش، وليله كفاية ويخلي بعض الهاية، مش عايزة انا غيره معايا والباقي ما يلزمنيش. الله، رقيق الغنوة. مين اللي كتب الكلام واللي ملحن؟ هي اغنية شيرين، بس انا بحبها قوي، من الاغاني القريبة من القلب. انا مش عارفها، انا فكرتها غنوتك لانها لايقة على صوتك كمان. لا لو في وقت طبعا نبقى نغني حاجة كمان. لا هسمع طبعا، لا ضروري هسمع كلام غنوة ليكي. تعال نسمع مينا بقى، ابن مصر البار اللي ايه اللي يعني. يلا سمعونا مينا يا جماعة. ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنية أحلم بيها،
الجمهور اكيد رح يساعدك لتحقق حلمك. استاذ الياس مساء الخير. كيف شفت مينا الليله؟ بدي اقول مينا بالحقيقه الليله بقدر اقول انه غنى اغنيه كتير حلوه وغناها يعني كنت عم بحكي انا وياها انه غريب اليوم غناها للاخر الاغنيه كتير حلوه معه وهو غنى حلو يمكن اذا مرق ما في بس 2% شيء بس مش مهم لانه كان كل الوقت منيح وبعدين بدي اقول لك شيء الحياه قدر ممكن تكون انت من الجيدين الاول ممكن يكون الاخر كمان يغني يكون يمكن عطانا اكثر شوي هاي الحياه بس مش معناتها انتو مش منيح انتو منيح غنى حلو مينا مش كده؟ قوي لا هو صوته حلو قوي وعنده احساس حلو قوي قوي يعني مينا موحد مصريين زي مينا موحد القطرين بالظبط مش كده تنفع دي صح؟ عالشة دي مينا موحد المصريين عجبك صوته؟ جدا وعنده حضور كمان مينا صوته وشكله حلو قوي واحساسه حلو قوي يعني انا دايما قريب مني يعني اكتر حد قريب مني اللي بيغني باحساس يعني اللي بحس كده جسمي اشعر وانا بسمعه فمينا من الناس دي هو الناس عاده كانوا بيقولوا حسه حلو بالزبط. يعني زمان كنا نقول حسه حلو صح. مش صوته حلو صوته احساسه احساسه حلو بالزبط. من الحس يعني طبعا وشاهين اخباره ايه معاكي لا شاهين شاهين ده حياتي انا بحبه جدا والله بحب صوته قوي عنده بحه كده حلو قوي في صوته انت في السنه في لما كنت في العام السادس مظبوط دخلت كم مره نومينيه بقى عايزه اقول لك انا دخلت بس مره في الاسبوع ال 12 نومينيه في الاسبوع ال 12 بس وهي المره اللي خرجت فيها انا كنت طول ال هي مره وكانت المره كنت الحمد لله على طول توب 1 وكده يعني ما كنتش بطلع نومينيه خالص هي مره والمره خرجت فيها للاسف بس عملت ايه بعد ما خرجت بقى قولي لي استفدت ازاي من تجربه ان انت 3 شهور سبوت عليكي ناس بتتفرج عليكي اللي هي شهره ناس بتحتاج 10 سنين اتعملت لك في 3 شهور وهل ده مفيد ولا مضر بص انا عايزه اقول حاجه بالمناسبه دي يعني يمكن السي بي سي لما نقلت البروجرام ان هو يبقى عندها بصراحه دي فرصه كبيره جدا 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 يعني هم حظهم يعني احلى من حظنا بكتير لان السي بي سي يعني نسبه مشاهدتها عاليه جدا فخلت الناس تعرفهم اكتر وكلام لا بالنسبه لي البروجرام طبعا اداني يعني اداني شهره طبعا في الفتره دي بالذات يعني في 2009 بس يعني للاسف يعني اكيد حضرتك عارف الانتاج في مصر والدنيا عامله ازاي فشويه يعني تعطلت للانتاج وكده فبس الحمد لله اني ابتديت اشتغل على نفسي يعني اذا ما قدرتش انت خريجتي الاول يا ايه لا انا لسه بدرس بتدرسي ايه انفورميشن عن سيستم يعني حاجه مالهاش علاقه بالمزيكا طب بتعملي تدريبات بتشتغلي على فوكاليز على صوتك او كده طبعا اشتغلي طبعا انت عارفه ده مهم قد ايه مهم جدا طبعا عملتي اغاني سنجل ليكي او مظبوط انا عملت اغنيتين بص انا عملت اغاني نزلت بعد الاكاديمي بس دي ما كانتش كانت مجرد ان هي سنجل يعني عادي بتنزل كده سنجل بس انا عملت اغنيتين كليب اسمها دلوقتي بضحك دي من حوالي 3 شهور ولسه نازله لي اغنيه من حوالي اسبوعين كده اسمها ناوي على الفراق وهي بتيجي دلوقتي على قناه كده بتاعت تحب نفرجك احنا عندنا ايه منهم يا جماعه؟ عندنا انا واحده فيهم الفراق راويين انتوا الفراق اللي حاجات لي زي دي ما تحب نتفرج الشعب المصري كله حلو بالفراق يلا بينا طيب تحب تغني لنا ايه بعدين نختم بالكليب؟ هغني لك ايه؟ نغني على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين ان كنت جاي تغني راح اسال قبل ما مين ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك روايات بيقول انك بتألف في الليلة 7 غنوات يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك روايات بيقول انك
عينك بتألف في الليلة سبع غنوات والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات وتروح تنيم وتقولها بدمع وحنين وقهات إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. الله الله الله. طبعا غنوه الفنانه شريفه فاضل الكبيره وبيغنيها طبعا الكينج محمد منير ودلوقتي ايه عبد الرؤوف بتغنيها. اتفرج على الكليب بتاعك الفراق وبشكرك نورتيني وشرفتيني والله. انا المبسوطه جدا. الله يخليكي. هنسمع الكليب بتاعك وفاصل وهنستقبل الناقد الكبير ورئيس مهرجان القاهره في دورته السادسه والثلاثين استاذ سمير فريد. فاصل وانت حر. أنا جاي أنا وياني شريف أنا وشريف جنبك حياتي مش هتبقى مستقر والمرة دي خلاني غير بقى كل مغيرات الوضع معايا بواحد من انا اتعلمت يعني ايه سينما من خلال مقالاته النقديه وحبيت السينما من خلال مقالات استاذ سمير فريد النقديه. طبعا النقد الكبير والمثقف الكبير ورئيس الدوره السادسه والثلاثين لمهرجان القاهره استاذ سمير فريد اللي قدم اعتذار النهارده. منور يا استاذ سمير. الله يخليك. اشكرك جدا على لا ده حقيقه والله. انا مش بقول لا انا بقول هذا انا بقول ما الحدث الذي وقع لان احنا بنقرا كتير نقد سينمائي لكن النقد اللي تتعلم منه في حنو وشياكه وادب ودون ما نخرج سكاكين ومسدسات وكده ده الاستاذ سمير فريد. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك يا استاذ. قول لي حضرتك يعني خلينا كده نبتدي بدايه سخنه. قول لي شايف ازاي موضوع المخرج الفلسطيني هنا ابو اسعد شايفه ازاي؟ انا الحقيقه شايفها يعني خطا في حق مصر مش بس حق السينما المصريه. لانه بالذات هنا ابو اسعد بشكل خاص يعني تمام. جدا السنه اللي فاتت وفي مهرجان دبي وهو بيتسلم جائزه احسن فيلم عن فيلم واحدث افلامه كان اسمه عمر فوقف على المسرح ويقول انا بأهدي جائزتي للسينما المصريه ولكل سينمائي مصري لان من غيرهم ما كنتش عرفت السينما وما كنتش حبيت السينما كويس وهم دول الاساتذه الحقيقيين وهم كذا وكذا. فهو قال كلمه كمان انا سمعتها يعني قال انا جاي عشان احيي الاستاذ سمير فريد لتكريمه يعني في المهرجان. انا شفته اصلا انا شفت الحفله بس يعني
يعني فعلا بعاطفة كبيرة جدا ودياشة وحب المصر. وهو يعني سينمائي اولا، هو ده السينمائي العربي الوحيد ايوه اللي رشح للأوسكار تمام في تاريخ الأوسكار. يعني يوسف شاهين لم يتم ترشيحه ولا بركات ولا الأخضر حمينة ولا حد من دول، ده الوحيد اللي وصل الى الترشيحات الخمسة الأخيرة في الأوسكار من سنة 28 لغاية دلوقتي. وكان دايما طوال السنة اللي فاتت عمال يعبر عن سعادته انه هيصور اخيرا فيلم في مصر. ففعلا يعني الـ 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 يعني لابد من مراعاة يعني هذه الامور، لانها في الاخر ده خبر غدا. يعني انت شايف حضرتك ان اللي حصل في مصر هنا ده هيبقى بكره خبر في كل الدوريات، لانه في فرايتي وسكرين وهوليود ريبورتر اهم ثلاث صحف سينمائيه في العالم واقدمها. ده طبعا لان هو مخرج عالمي بجد، يعني احنا بنقول عالمي عن حاجات كتير ما هيش عالميه ولا حاجه. لكن انا ابو اسعد ما فيش صحفي مختص في السينما بيقول مين ده بيشتغل ايه ده او ده اسمه مين ده. فيعني هي حاجه مؤسفه، وفعلا لابد من يعني من التراجع عنها، يعني بمعنى بذل مجهود كبير لإصلاح هذا الخطأ واعتباره خطأ أولا وإصلاحه، وهيكون من مصلحة السينما في مصر ومن مصلحة النظام السياسي في مصر أن هو لا يتعرض لأي مضايقات من أي هو أو أي حد من النوع ده بالذات. يعني مش جاي هو يصور فيلم يعني تجاري كده الزباله في الشوارع ولا مش عارف يعمل يعني كانه ما فيش حد عنده زباله في الشوارع غيرنا. يعني هو مش من النوع ده. يعني في النوع ده طبعا ومع ذلك النوع ده انا ما بقولش حتى يتمنع، لكن هو يجي ويتشاف هو يعني، لكن الاولى ده الاولى بقى ده يعني طب حضرتك يا استاذ سمير في موقف زي ده شايف ان كان ايه الضابط؟ يعني الضابط جاي له اتنين هو يمكن ما عرفوش لانه مش لازم يبقى كل الناس عارفاه، منهم واحد معهوش تصريح دخول مديرية التصوير. انت شايف الضابط لما حد يقول له انا مخرج سينمائي وانا مش عارف ايه الاجراء اللي كان يتكلم مثلا علاقات العامه في وزاره الداخليه وهي تكلم وزاره الثقافه، ولا كان الوضع ايه؟ في الحقيقه يكلم نقابه المهن السينمائيه في الحقيقه لو ده بيحصل في زائد ان انا ما اعرفش طبعا التفاصيل. هل السفاره اخطات ولا هل هو الراجل اللي راح السفاره قالوا له انت مش محتاجه، انت معاك دعوه يعني فمن حقك تخش ده، وانا ما اعتقدش ان حد هيجي لغايه هنا عشان يرجع يعني. بالظبط. لا هو لابد من اصلاح المساله، وهي طبعا ممكن تتصلح بسهوله وما تتكررش تاني، ما تتكررش حتى مع اللي مشكوك في غرض من حضورهم. المشكوك في غرض من حضوره كمان يتناقش مش يتناقش ويوجه ويعني ده احسن طريقه للحوار مع العالم. يعني استاذ سمير المخرج اللي خد الجائزه الكبرى في مهرجان القاهره السينمائي المخرج الايراني برضه ما جاش بسبب حاجه في السفاره المصريه في ايران، مش كده؟ للاسف الـ 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 لا هو احنا يعني اولا لما جينا نوجه دعوه لافلام ايرانيه وجينا دعوه لفيلمين قبل ما نوجه الدعوه حصلنا على موافقه تحريريه من وزاره الخارجيه. تمام. فيعني انا طبعا احنا مهرجان وزاره الثقافه يعني مهرجان الدوله مش مهرجان خاص ولا قطاع خاص. تمام. فسالنا في وجه خطاب تحريري بتوقيع وزير الخارجيه بالموافقه بالموافقة على عرض فيلم تركي للاحتفال بمئويه السينما التركية بالموافقة على الأفلام الإيرانية مشكلة دعوة أفلام إيرانية، وبالتالي وجهنا الدعوة. تمام. وطلبنا تاني موافقة أخرى على توجيه دعوة الأشخاص قبل ما نبعت لهم تذاكر سفر. تمام. هل هيبقى في مشكلة في التأشيرة أو لا؟ فاتقال لنا برضه مفيش مشكلة. تمام. وبعتنا تذاكر السفر وراحوا ياخدوا التأشيرة اترفضت من السفاره المصريه هنا. بالظبط. ففي هل ده غياب تنسيق ولا غياب مفاهيم؟ اكيد هي الكلمه الدقيقه جدا كويس، هي غياب التنسيق ده. ومع ذلك لما اخذ الجائزه الذهبيه لاحسن فيلم المخرج الايراني اسمه جافيدي فلقيته بيتكلم في التليفون كويس فبيقول لي شاف الحفلة الختام على التلفزيون كانوا بينقلوها او عرفوها بعديها بشوية او المهم ان هو شاف المنظر شاف الصورة بلغوه يعني ما اعرفش المهم ان هو اتكلم بعديها بساعة او كده فقال لي انا مش منزعج خالص من اللي حصل
من ان انا ما خدتش تاشيره من وزاره الخارجيه او من السفاره المصريه. انا فاهم ان في ما فيش علاقات رسميه بين البلدين وعارف ان في توترات ممكن ادفع ثمنها بالغلط او بالصح. لكن انا سعيد جدا انا خدت جايزه من الحضاره المصريه. الله ايه الله. قلت له على طول قلت له برضو احنا الجايزه دي الى الحضاره الفارسيه طبعا على طول ما هياش الى النظام السياسي في ايران بالظبط خالص الى الحضاره الفارسيه بالظبط كده. المساله يعني صيغت بشكل يعني هم تقبلوا يعني فهموا طبعا ما هو لانهم عندهم نظام يعني عندهم هذه المنع طبعا جعفر بناهي حصل كذا مره طبعا يعني هذه الاشياء موجوده عندهم بس هو كمان دل على ايه على ان احنا فعلا يعني الناس متحضرين يعني لا انه حدش دخل في اعمال لجنه التحكيم جدا. هو في بعض الناس قالوا ايه ده ذكاء من مهرجان القاهره لا طبعا مفيش مهرجان القاهره ملوش اي علاقه اداره خالص هو كل الحكايه انه في لجنه شافت ان ده احسن فيلم وشافت انه خالد ابو النجا احسن ممثل رغم الازمه اللي كان عاملها وقتها لكن ما حدش دخل يعني انا يعني كمسؤول في المهرجان لا حد قال لي ازاي الناس دي تفوز بجائزه وبالتالي انا ما قلتش اللجنه حاجه يعني فهي مساله فيش الفن الخالص الفن الخالص لا مش بس الفن الخالص وان احنا فعلا في مش هقول لك دوله ديمقراطيه لسه قدامنا كتير على الديمقراطيه لكن ان احنا ما عندناش هذا الكبت يعني مثلا لو فاز ممثل في عند صدام حسين او القذافي او بجائزه وهو بعد ما يهاجم رئيس الجمهوريه كان اتذبح هو رئيس المهرجان لا كان اتلغت وزاره الثقافه والمهرجان ولجنه التحكيم كلها اتحطت في السجن يعني مش كده كان زمان يسرى حبيبتي مسجونه أيوة دلوقتي بالظبط كده ومبدلها عيش ولمون فده دليل على انه يعني الحد الادنى انه في وصف اللي حصل ده ان الرئيس السيسي كبير طبعا هو راجل دولة كبير زي كبير على قد مصر ما هو واضح ان هو كبير رجل دولة ومش هيبص للصغائر ولا هيعمل يعني مشاكل من هذا النوع كويس ويكفي انه بعد اردوغان في خطاب الامم المتحدة لما قال كلام بذيء جدا وسخيف كان اول تصريح الصحفي اول سؤال صحفي للرئيس السيسي ايه رد فعلك فقال جملة قال لا نرد على الاساءة بالاساءة قالوا هل هتقطع العلاقات مع تركيا؟ فقال لن تقطع العلاقات مع تركيا. الله يعني شوف الافق البعيد البعيد والواسع والفاهم وتقطع علاقات ليه؟ يعني حتى لو راجل بذيء وهناك شعب اسمه الشعب التركي وهناك علاقات يعني تركيا فنيه وعلاقات تركيا يعني وهكذا فيعني يعني احنا لازم يعني يبقى في حسابات تانية بالذات في مجال المثقفين والسينمائيين وكده لان ده عليهم الضوء هو عليهم الضوء يعني لو يعني زي السفراء ويعني اكتر والله يا استاذ سمير من السفراء يعني عليهم ضوء كبير جدا واحيانا لما يكونوا يعني تخيل انت الاستجابه او التعليقات ايجابيه بشكل مدهش على الجوائز على جوائز المهرجان القاهره وانها بتؤكد يعني هوليد ريبورتر كتبت تقرير بعنوان مهرجان القاهره يساعد مصر على عودتها الى الـ 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 الى ما كانت عليه الله وكلام مكتوب يعني كان شيء رائع يا استاذ سمير اللي بتقوله ده ففعلا الـ 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 حريه اللجنه في الاختيار وانه بتدي جائزه ذهبيه لاحسن فيلم البلد مفيش علاقات دبلوماسيه بينها وبينها بتعكس ان احنا يعني هو ده اللي بعتبره ثمار الثورتين شعب الثورتين فعلا بس في تفصيله صغيره طبعا يعني لا ولا مع يعني تفصيله صغيره بس يعني لا دلالات بدليل ان هوليود كتبتها يعني حد يجيب تعليق واحد سلبي لا يمكن احنا مفيش احنا احتفينا يا استاذ سمير هنا وكلمنا يسرى وهنيناها على زين جدا تعليقات ايجابيه جدا والحمد لله يعني يا جماعه انا بس نفسي لازم تفهموا الفن يعني ايه عند العالم المتحضر يعني احنا بنصرف ملايين الملايين عشان يقولك بنحسن صورة مصر هذا القرار اللي فيه استقلالية وفيه انتصار للمبادئ المحترمة وانتصار لقيمة الفيلم الفنية فقط دون الدخول في اشياء اخرى هو احسن 100 مرة من انك تصرف ملايين علشان تقول انا بحسن صورة ده بيحسن صورة مصر زي ما الاستاذ سمير بيقول قد 100 ندوة وقد 100 سفرية وقد 100 حاجة قرار مظبوط
ومحترم ومستقل بيحسن صورة مصر اكتر من اي حاجة تانية. والمشهد نفسه مشهد الافتتاح في القلعة والختام في صوت الضوء في الهرم في رمز الحضارة الاسلامية ورمز الحضارة المصرية القديم وانه مكان مفتوح فيه 2000 واحد في هذا الامن ويمر بسلام وبيمر بشكل برسالة دي رسالة يعني ده كان لازم نأجر السي ام ان ونبص عليها مش كده انك انت وتعرف ما حدش خد باله انا بعد حفلة الختام دي اختفيت يعني قصدي ما حدش شافني نزلت من على مصر ما حدش شافني ليه انا عملت ايه ومنعت يكون معايا كاميرا تلفزيون تمام انا رحت سلمت ورا رازل السمان على كل العساكر الداخلية اللي واقفين واحد واحد الله كويس عشان الامن اللي شكرتهم واحد واحد يعني بالسلام باليد كويس لانه فعلا قلت لهم انتوا اللي حميتوا المكان ده في وقت اللي احنا فيه كان ممكن نتعرض طبعا طبعا لاي اشياء يعني تثير ما احناش احسن من قواعد عسكريه بالظبط كده بتضيق صح وكمان العرب كله وكمان الشرطه وكده تتعرض فقدرت شكرتهم واحد واحد لان فعلا الفكرة وصلت الرسالة وصلت يعني هي دي يا جماعة قيمة مفكر الكبير اللي عارف هو بيقول ايه وبقى طب ليه يا استاذ سمير عايز تلغي بقى او صيد بان الحفل الختام وحفل البداية يتلغوا من المهرجان هل ما انا كتبت اسباب ثلاث اسباب كويس السبب الاول التكاليف الباهظة تمام انك مش معقول تصرف على حفلتين ما تصرفه على كل الافلام تمام وهو موازي سينما في الاول وموازي ربع اجور جميع 100 واحد بيشتغل في المهرجان لمده سنه تمام يعني التكاليف باهظه الحاجه الثانيه والاهم من التكاليف يعني ما هو ممكن التكاليف بتعمل دعايه للسياحه التكاليف على فكره الافتتاح والختام هو مسؤوليه هيئه تنشيط السياحه من زمان من 6 شهور قالوا احنا هنتكفل بجميع المصاريف بتاعه الحفلتين دول وصدولها 2 مليون جنيه ويعني قصدي وقالوا هم المسؤولين عنها وعن تنظيمها وكل حاجه احنا فقط كمهرجان مسؤولين عن برنامج الحفله تمام طيب واختيار المدعوين يعني كويس فالمهم انه مساله التكاليف كتيرة او اكتر انت شايف ان في التوقيت ده من عمر مصر كتير ان احنا ندفع الفلوس دي في حفل افتتاح وختام الحاجة التانية انه اصبح الرأي العام في مصر مهيأ في العشر سنين الاخيرة على الاقل لانه اصبح شايف المهرجان هو الافتتاح والختام ومش مهتم بالمهرجان نفسه وده عشان يتغير يعني بس السنة دي يا استاذ سمير انا شايف انه اتغير شوية السنة دي اتغير شوية بس برضه ما زال في اهتمام اكتر من اللازم اهتمام صحفي اكتر من اهتمام جماهيري الاخيرة والمهمة اهم من الحاجة الاولى والتانية ان مهرجان القاهرة مصنف مع 13 مهرجان اخر تمام في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس كمهرجان حرف الف له حق منح جوائز دولية كويس حكاية الافتتاح والختام دي مش موجودة في 13 مهرجان التانيين احنا بس صراع مصري كانوا برلين وفينيسيا عبارة عن ربع ساعة في الافتتاح بيقدموا لجنة التحكيم وربع ساعة ونص ساعة في الختام بيعلنوا الجوائز ثم يعرض فيلم الافتتاح وفيلم الختام وهو ده الهدية يعني هو ده الهدية اللي جاي انك بفرجك فيلم بالظبط لكن انت لو فتحت مهرجان سينما بعرض راقص هتفتح مهرجان الرقص بايه؟ بفيلم عرض فيلمي كويس فهو احنا اتعودنا على حاجة دي الاسباب اللي هي بتخليني طب ده يعني اسباب مقنعه اسباب يعني اسباب ماديه واسباب غير ان المهرجان سينما يعني فيلم سينما هو دي الهديه الكبيره اللي الناس جايه وفرحانه بيها وانا بديكم الهديه دي يعني مثلا عشان هل ده يا استاذ سمير يعني ان حضرتك اصل في ناس قالت لك يعني استاذ طارق الشناوي مثلا قال يعني ايه مهرجان سينما يوم الافتتاح ما بقاش في فيلم سينما ده ماشي ما اللي كان لحظات بتقول هو عارف ليه لأن مهرجان في فيلم الافتتاح في مهرجان القاهرة في العشر سنين الأخيرة أو أكتر مش حد كان بيحضره بالظبط كده أنا حضرت كل الناس تحضر الحفلة بالظبط تاخد بعضها وتمشي أنا احتراما للفيلم عملت الحفلة دي لإرضاء الرأي العام يعني لوحدها في ليلة
والفيلم الانفتاح اتنالت اللقاء بالظبط كده. فده احتراما للفيلم ومحاوله لتجاوز ما تواضع عليه، ما حصل عليه تواضع في مصر. كويس. زائد مساله ان مش معقول ان انا اجيب فيلم معلش في رايي انا انه فيلم عظيم، فيلم رائع عن زمان ذبح الارمن في تركيا، على الاقل فيلم مهم من اهم افلام العالم السنه دي. تمام. وكان في مسابقه فينيسيا وكده، فانك وفاتح اكين يحضر بنفسه وهو اول مره يحضر مهرجان عربي. تمام. يعني عمره في حياته ما حضر، وهو ده مخرج اخذ الدب الذهبي ببرلين عن اول فيلم اخرجه. يا سلام. يعني شوفوا القيمه يعني سنه 2005. فال مش معقول ده يجي مصر ويلاقي صاله فاضيه عشان يتفرج على فيلم. يعني ده هتبقى يعني محبطة ومؤلمة لينا. نفس الشيء فيلم الختام، فيلم انجلترا الصغيرة المرشح للأوسكار سنة 15 والأكبر مخرج في حي في اليونان. بانتيليس فولجاريس، وفيلم مهم جدا في تاريخ السينما اليونانية كمان. انه عمل نجاح خرافي السنة اللي فاتت يعني في عرضه الداخل وخارج اليونان، واخد في مهرجان شنغهاي جائزة احسن فيلم واحسن اخراج واحسن تمثيل. كل الجوائز. فهل ده نجيبه ويتعرض ويبقوا خمسة بتفرجوا؟ مش ممكن. فالحمد لله انه كان الف. كان الف بتفرجوا صلاة مصر اوبرا كومبلي. ده ايه بيسعد يا جماعة صناع الافلام لا تتخيلوا يعني ايه فيلم يتعرض ومفيش جمهور. انت عارف. كأنك في جنازة. جنازة. كأنك قاعد في جنازة. الحقيقة يعني. فهو دي المساله ان 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 يعني انه احنا مضطرين لده. يعني طب ليه بعد كل ده حضرتك بقى اعتذرت يعني؟ لا الاعتذار بص انا عارف حضرتك واعتذار صحي والكلام ده بسم الله ما شاء الله انت زي الفل اهو. فقول لنا الاسباب الحقيقيه، ما تقولش اعتذار صحي، لان انا شايف ان حرام حضرتك تبتدي شيء ولمسه وعرفت حتى العيوب وعرفت المميزات وتقدر تتلافى اشياء. وانا من وجهة نظر المتواضعة يعني ان السنة دي كان مهرجان سينما بحق وحقيقي، يعني الناس بتتفرج على العرض في نفس الاماكن، الصوت، الصورة، مواعيد العرض، ده كل ده اول مرة يحصل بالشكل ده السنة دي. فايه اللي يعني مش عشان خاطر الاستاذ سمير فريد، لكن عشان المهرجان يبقى بقيمته دي، ليه حضرتك تعتذر وتسيبه؟ احنا مش هنسيبك اصلا تسيبه، ده انا هسيبك انت براحتك يعني، بس انت احنا مش هنسيبك. لا هو اولا هو اسباب صحيه بجد. ليه بقى؟ انا يوم 1 ديسمبر يوم الثلاث اللي فات ده بقى عندي 71 سنه، كان عيد ميلادي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تمام. يعني اسباب صحيه بجد مش هزار. يعني السنه اللي فاتت مثلا لما عملت مهرجان كنت 52 والسنه دي بقيت واقف 71 من 72، ايه الفرق؟ يعني انا لو توليت المهرجان مثلا من 10 سنين كنت لا يمكن اتركه بعد سنه يعني ده سبب اول يعني مش سبب وحيد يعني. ايه الاسباب الاخرى بقى؟ السبب الثاني انه ان انا مش عايز اكون في تناقض مع نفسي، عمال اقول الشباب 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 كويس، وطبعا انا عيدت ثوره يناير وبس قلت صراحه دي مش ثورتي انا بايد. طبعا بس انا ثورتي شباب، ثورتي 68 كويس. فما ينفعش زي ما صلاح جايين قال يعني عايز تاخد زمنك وزمن غيرك وتضيعه زي ما ضيعته في عوده الابن الضال. عوده الابن الضال بالظبط، يعني اللي هو اغنيه الساعه دي من اجمل الاغاني في الدنيا يعني ولها معاني عميقه جدا. فانا ما يعني بس حضرتك السنه دي يا استاذ سمير معلش انا بقاطع حضرتك، انت كل اللي كانوا معاك كانوا شباب. ايوه ما هو بالظبط كده. طيب. ما هو بالظبط كده يعني انا عملت ايه؟ ان 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 انا ما مشيتش اي حد من الحرس القديم يعني بين قوسين كبار، بل بالعكس يعني عملت اعاده هيكله وريحتهم. لا ريحتهم في حاجات كتير جدا. تمام. ومنهم كفاءات عاليه جدا اكيد طبعا بحكم كفاءات يعني رائعه يعني في اداره الضيوف هبه حلمي، اداره الافلام جيهان عبد اللطيف، اداره البرامج الموازيه كانت مروه ابو عيش، جو اسماء وناس يعني مش معروفين قدام الناس هم خلف الستار، لكن هم في الحقيقه وغيرهم يعني احنا كنا 106 يعني انا معايا 105 أوكي. فريق العمل فاغلبه او 80% كانوا جداد
وبعضهم اول مره يشتغل وكلهم متوسط السن 30 سنه ونصهم نساء بنات 30 سنه ونصهم نساء وفيهم مسلمين ومسيحيين ويهوديه كمان يعني ان في نوع من التنوع مصر مصر بالظبط مصر التي نتمناها والتي كانت الكوزموبوليتانية الجميله وعلى فكره بمناسبه مصر حضرتك شايف ده مفيش طبعا دول التلات الوان بتوعنا دول التلات الوان علم مصر بس بطريقه تانية الله كويس يعني ان ده الاحمر واسود وابيض والابيض ففي احنا يعني كل حاجه يعني متخطط لها ومدروسه بالظبط مين اللي عمل التصميم ده يا استاذ سمير؟ ده كريم ادم اول مره يعمل بوستر فنان من الاسكندريه عنده 30 سنه كويس واللي عملت الجوائز الهرم ايمان البنا برضه فنانه عندها 27 سنه او حاجه زي كده فادوا روح جديده للمهرجان واتعملت النظام اللي اتعمل يعني لازم يكون في فعلا وفي شباب اصله في شباب يعني عندهم خبره وعلاقات في ناس من جيلي ما يقلوش عني معرفه بالمهرجان السينمائيه يعني زي سمير سيف وعلى مشادي يعني قصدي مش عايز انسى حد يعني طبعا هناك خبرات اخرى البشلاوي ودول يعرفوا مهرجانات السينما الدوليه ويمكن يبقوا رؤساء المهرجان زيهم طبعا وفي من اجيال اخرى زي خالد عبد الجليل كان مدير عام المهرجان وممكن يبقى رئيس المهرجان وفي طارق الشناوي وفي يعني قصدي هناك خبرات مصريه وعصام زكريا ورامي عبد الرازق يعني مش عايز انسى حد بس طبعًا. في مجموعه ناس كتيره يعني ممكن تبني على محبة. على اللي اتعمل وانا كان غرضي الاساسي انه يبقى في مؤسسه تمام يعني دلوقتي لو رئيس تحرير الاهرام اتغير الاهرام يتوقف ما يطلعش ثاني يوم الاهرام فانا كان نفسي مهرجان القاهره يبقى كده وانا حققت ده الى حد كبير جدا لا الحقيقه هو يبقى مؤسسه اللي هو نظام داخلي محكم ويعني انا استلمت المهرجان مثلا اللائحه بتاعته مكتوب فيها ايه اول بند ينظم مهرجان القاهره تحت رعايه وزاره الثقافه فقلت للوزير الدكتور صابر عرب لما كلفني في اغسطس تمام قلت له دي مبني المجهول مين اللي بينظمه يعني ايه كلمه ينظم مهرجان القاهره تحت رعايه وزاره الثقافه لازم اللوائح يبقى فيها مين اللي بينظم من داخل وزاره الثقافه بالظبط كده يعمل مهرجان المركز القومي للسينما مكتب تمام. الوزير تمام. صندوق التنميه جهه ما مسؤوله اداره مهرجانات اي حاجه بس يكون ما فيش حاجه اسمها مبني لمجهول فانا يعني حضرتك عملت ايه بقى عملت مؤسسه عملت خليته وزاره تنظم وزاره الثقافه مهرجان القاهره السينمائي الدولي تمام بقت هي الجهه المنظمه اوكي وممثله في مكتب وزير الثقافه تمام فال ال 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 يعني عايز اقول ان ان ان, إن ده كده يعني شيء بديهي انك انت تذكر الجهه المنظمه المنظمه بشكل واضح ليس فيه لبس لا ليس فيه لبس في ناس يقول لك انت سلمت المهرجان للوزاره سلمت مهرجان الوزاره ايه انا رحت لقيت كل ميزانيته في صندوق التنميه الثقافيه هو متسلم للوزاره فعلا هو في الوزاره فعلا ما يعني احنا عمرنا احنا حد قال ان هو مش تبع الوزاره ما طول عمرنا عارفين انه تبع الوزاره والنظام اللي متبع فيه ده النظام عجيب جدا انه كنت كل سنه يطلع قرار من الوزير برئيس الدوره من ايام سعد الدين وهبي الله يرحمه يعني قصدي كل سنه فانا مثلا طلع لي قرار رئيس الدوره 36 من الناحيه القانونيه عشان كده بيقولوا استقال لا استقيل من ايه انا مش متعين في حته عشان استقيل منها انا من الناحيه القانونيه مهمتي تنتهي يوم 20 نوفمبر لان مكتوب رئيس الدوره 36 من 36 و37 يعني لا وكذلك مهرجان اسماعيليه المهرجانات الدوليه في مصر يعني هو دوره بالظبط كده يعني مثلا مهرجان اسماعيليه وقت في يونيو اللي جاي بسبب التقليد ده اللي متوارث من 20 سنه او اكتر حاليا مهرجان في يونيو وما قالوش رئيس هو مهرجان دولي كبير بيقام في الاسماعيليه وايه اللي بيحصل في العالم كله يا استاذ سمير بالنسبه للمهرجانات مثلا مهرجان برلين العرف 4 سنين أو 5 كويس والعرف ده مستمد من طبيعه الانتاج السينمائي الانتاج السينمائي ما بيتوقفش بالظبط يعني مفيش ولا يوم بيمر في العالم تصوير. الا في تصوير او مونتاج او نسخه نهائيه تمام فمهرجان برلين مثلا سنه 14 كانوا متفقين على افلام سنه 15 عارفين هتخلص امتى يعني في افلام متفق عليها اثناء التصوير ده في المهرجان في
كل المهرجانات العالم ما عدا مصر ما عدا مهرجانات مصر اللي هي بتخلي سنه بسنه ما ينفعش. وبعدين دلوقتي مثلا المهرجان الدوره 37 السنه الجايه انا مش بسلم مهرجان لا انا بسلم مهرجان عنده لائحه 37 معترف بيها معتمده من الاتحاد الدولي انه هيعقد من 10 ل 20 نوفمبر. هم بيطلبوا قبليها بسنه فانا خدت الاعتماد ده في يناير 14 طلبوه في يناير 14 عايزين يعرفوا سنه 15 هتعملوا المعقد امتى فبعت اللائحه كامله وبتواريخها واعتمدوها ودفعنا الفلوس كمان تمام فخلاص بقى ضمن في تاريخ يعني مش بنسلم حاجه مش بس كده في اتفاق مع رئيس لجنه التحكيم في مايو اللي فات مايو 15 على انه يكون رئيس لجنه التحكيم في نوفمبر 15 زي العالم المتحضر كله عارفين اللي هو واقول لك اسمه اللي هو اتوم اوجيان المخرج الكندي العالمي اللي كان برضو اخذ جوائز كبرى في اكبر المهرجانات والاوسكار الى اخره هو اصل مصري هو من اصل مصري الله فعرضت عليه في مايو اللي فات وانه فهو اي مخرج كبير من الحجم ده برنامجه سنتين انا ده اللي انا عايز اقوله الراجل عايز سنتين مش فجاه يلا تعالى امسك المهرجان مقررين احنا من السنه اللي فاتت ان سنه 15 الاحتفال بمئويه ميلاد صلاح ابو سيف بعمل معرض وترميم افلام له وكذا ومقررين ان حلقه البحث عن صناعه السينما في عصر الرقميه او عصر التكنولوجيه هتعمل ايه صناعه السينما في المنطقه دي في ده ففي اشياء كتير الضيف الشرف السينما الارمنيه لانه مئويه الاباده في 2015 في اتفاق على انه احتفال بمئويه اورسون ويلز لانه 100 سنه في سنه 15 يعني طبعا الممثل والمخرج الكبير يعني علامات السينما قبل اورسون ويلز غير السينما بعد اورسون ويلز ده عشان سيتيزن كين ولا عشان طبعا عشان سيتيزن كين طبعا كويس فال ال ال يعني عشان تبقى مؤسسه بجد فبتسلم يعني قصدي رئيس بيسلم ليه ده ما بيحصلش استاذ سمير هل حضرتك ما وصلتش مثلا ان اللي جاي كرئيس مهرجان لو مش حضرتك اللي موجود لازم يبقى قعد لمده مثلا سنتين اربع سنين برضو عامل ده في توصياتي والدكتور جابر عصفور وافق على انه فعلا يكون الدورتين ده حد ادنى حد ادنى وافق وعلى فكره هو بدون الدكتور جابر عصفور انا كنت همشي في شهر يونيو لانه يعني تم المعوقات ما كنتش هقدر استمر اطلاقا يعني هو الفضل له اولا واخيرا لانه هو اللي وقف سمير لان في صراعات ومصالح وحاجات يعني انا مش عايز اخوض فيها الحقيقه لا ليه ما كنتش فاهم ده احنا جايين عشان ناخد فيها اصلا لا يعني حضرتك احكي بس احكي سر ولا ما احكيش لا اتفضل بنت الاستاذ سمير فريد صدفه قبل المهرجان طبعا احنا نعلم جميعا وطول الوقت بنشتكي شكوى مريره ان الدوله لا تدعم مهرجان القاهره السينمائي الدولي دي شكوى انا اتولدت وانا بسمعها يعني مهرجان الدوله ليه ما بتراعيش ليه ما بتدعمش فالاستاذ سمير الحقيقه لما جه يمسك المهرجان حب يشوف ايه اللي كان بيحصل قبل كده علشان الراجل هيمسك سنه لنا يا استاذ سمير حضرتك لقيت ايه لا لقيت اولا لقيت انه الدوله دعمت في العشر سنين اللي فاتت المهرجان باكتر من 100 مليون جنيه 100 مليون جنيه متوسط 10 مليون في السنه من الاموال العامه يعني من السياحه من وزاره الاعلام يعني قصدي انا بتكلم على الاموال العامه الاموال بتاعت الشعب اموال دافعي الضرائب تمام كويس وده مبلغ في بالنسبه لمصر انا رايي انه كويس جدا طبعا لان انا ما باجرش فندق بالدولار يعني بس في ناس بيحسبوها بالدولار فيقول لك ازاي انت تعمل مهرجان ب 2 مليون دولار كويس او ما اعرفش بالظبط ان الدولار هناك دولار مش بس الجنيه هنا جنيه وانه ازاي هتعمل ازاي ب 2 مليون دولار وجنبيك دبي ب 20 مليون وابو ظبي ب 20 مليون ومراكش ب 30 مليون حضرتك شايف ان هذا المبلغ ما ظهرش على المهرجانات لا انا ما عرفتش بالظبط ظهر فين واختفى فين لكن انا بتكلم عموما يعني ان من الممكن عمل مهرجان كويس جدا في القاهره بال 10 مليون جنيه او 15 او 12 يعني قصدي دي مبالغ تكفي
وكفت وفاضت في السنه دي يعني بسبب عدم اقامه الدوره السنه اللي فاتت. فكان في دعم من الحكومه 6 مليون جنيه. فبقوا 6 مليون و6 مليون السنه دي بقوا 12 مليون. تمام. وفي 2 مليون من السياحه بقى 14. وفي 2 مليون من وزاره الشباب. تمام. بقوا 16 مليون. تمام. كويس. الذين تسألوا اين ذهب 16 مليون ضحكوني جدا. لان مين قال لهم انها ذهبت؟ انا دلوقتي ماشي يوم 30 نوفمبر في 6 مليون جنيه في البنك و200 الف. طب كويس. يعني ما ذهبتش. هو في حاجه اسمها لما يكون عندك ميزانيه 16 مليون لازم تصرفها؟ لا او 10 مليون لازم تصرفها؟ هو يعني هو ده المتعارف عليه. تم التعارف عليه. لا طبعا. مكافئات بقى للناس اللي اشتغلت. لا طبعا لا طبعا. انا بتكلم على 30 نوفمبر. بعد 30 نوفمبر انا مش مسؤول. كويس. لكن 30 نوفمبر في بنقول على الهوا اهو 6 مليون و200 الف موجودين بعد 30 نوفمبر الحساب في البنك الاهلي المصري. تمام. كويس. ده شيء موثق هنا على الهوا عشان ما حدش يرجع موثق. وزائد ان اللي ما صرف على 300 ضيف ب 300 تذكره سفر. مصر الطيران خدت الفلوس مقدم بتاع تذاكر السفر. ما اعرفش ليه حاطين نفسهم في تخفيضات ولا ما اعرفش حاطين نفسهم ليه كرعاه. قلت لهم ماشي رعاه رعاه لكن هم ما رعوش حاجه يعني. طب ليه بجد؟ انا لانه بيقول لك انك انت حكومه لازم تعلن الحكومه. امال يعني ايه رعاه صحيح؟ يعني مثلا على شركه طيران اجنبيه تذكره تبقى ب مثلا 10,000 جنيه مثلا يعني. على مصر الطيران ب 30,000. لا لازم اخد مصر الطيران. هي دي الرعايه. دي الرعايه. هي دي الرعايه. الشركه الوطنيه الناقله انا موافق بس انت تديني سعر اقل تديني دعم انك تديني خدمات يعني لازم يعني دعم. كل الحاجات محسوبه بدقه شديده جدا جدا. مفيش قرار اتخذ. اولا انا اللي اعلنت حكايه انه احنا عندنا 16 مليون جنيه يعني قصدي مش حد اكتشفها. انا اللي اعلنتها. ان انا عندي الميزانيه دي اعلنتها في شهر يناير. كويس. لما تو ما اتفقنا مع السياحه ومع الشباب وكده. فقلت كمان اللي اضيف يعني قصدي في فعلا نوع من الشفافيه. عايزين نعمل نموذج يحتذى بيه انه ما فيش اسرار. انا عملت مؤتمر صحفي يوم 16 يناير. وزعت فيه حوالي 80 صفحه. ايوه. فيها جميع القرارات الماليه بما فيها مرتبي. ومرتبات جميع العاملين. كويس. ومكافئاتهم. مين اللي بياخد مكافاه شهريه. واللي بياخد مكافاه قصدي سنويه. او مرتب شهري او كده. توزع على الصحافه. هل دي اول مره تحصل يا استاذ سمير؟ والله انا بالنسبه لي انا عارف حضرتك يعني رقيق الحس في نقد الافلام بس احنا عايزين يعني ده بندي نموذج يا استاذ سمير. يبقى لازم نقول ان ده ما كانش بيحصل وحصل علشان الناس السنه الجايه تعمل كده في شفافيه واضحه. مهرجان ده بيتعمل من فلوسنا. أيوة. ومن زي ما الاستاذ سمير من دفاع الضرائب للشعب المصري. ففي الاول وفي الاخر احنا عايزين كناس نقول الفلوس دي رايحه فين وجايه منين. فهل ده اول مره يحصل؟ بصراحه بالنسبه للاعلان الاعلان ده اول مره يحصل. اول مره عشان مش بس في مهرجان القاهره السينمائي. انا اعتقد في كل المهرجانات الفنيه. يعني وانا ما جبتش ده من عندي يعني. انا عملت ده في مهرجان افلام الاطفال. ما توفى الاستاذ سعد وهبه سنه 97. ايوه. في نوفمبر 11 نوفمبر. ما اقدرش انسى يعني. ده يوم يعني مهم في حياتي. تمام. للعلاقه الشخصيه والصديقه. يعني الاستاذ سعد الدين وهبه كانت لسه الشهر اللي فات. الشهر اللي فات ده على طول. فلما توفى في نوفمبر فاروق حسني وزير الثقافه وقتها الفنان فاروق حسني كان في مهرجان افلام الاطفال في مارس. تمام. فكان باقي عليه 3 اشهر. 3 شهور. فقال لي تولى اداره مهرجان الاطفال ورئيس المهرجان يكون الدكتور فوزي فهمي. واعملوه في 3 اشهر ان شاء الله ما تناموش. تمام. عملناه في ده. وجيت في اخر المهرجان اعلنت الميزانيه كامله بجميع المصروفات وجميع الايرادات. تمام. في مؤتمر صحفي. كويس. انا ده اللي شفته بصراحه في اوروبا. ده اللي شفته في لوكارنو مثلا. في كتالوج مهرجان لوكارنو. في الاخر في ميزانيه السنه اللي فاتت. والله. فاحنا عايزين يبقى عندنا فعلا الشفافيه دي في كل حاجه. عايز ليه اسرار على ايه؟ اللي بيخبي حاجه يبقى متهم بحاجه. لكن الاسرار على ايه؟ خلاص. الاسرار هي فقط للجيش. كويس. والشرطه يعني. دي الاسرار. الحاجه اللي لها علاقه بالامن القومي. اسرار طبعا. مش هتقول لي في كام دبابه ولا كمان الجاسوس هيعملوا ايه؟ ما كويس. مش هيلاقوا شغل عشان الجاسوس يمتنعون. لكن في مهرجان سينما
ولا مسرح ولا مش عارف دار الكتب ولا ده تعلن الميزانيات زي البنوك بالظبط. تعلن بالتفصيل وبالميزانيه ومين بياخد الميزانيه ومين بياخد ايه وليه وكده. وبعدين احنا كمان ما احناش يعني قصدي مش عايشين في عالم افتراضي. طبعا احنا من شهر اغسطس اللي فات 2013 عارفين في ان احنا في بلد في ازمه. طبعا في ازمه اقتصاديه. وعارفين ان في ضروره للتقشف. تمام. كويس. وضروره لعمل مهرجان في نفس الوقت. عمل مهرجان ويحقق اهداف سياسيه. تمام. واهداف سياحيه وثقافيه واعلاميه وفنيه. تمام. لان المهرجانات بتعمل كل ده في وقت واحد. بتعمل كل ده في وقت واحد بشكل يعني كان مثلا يعني حضرتك طبعا كان يعني اشرح بس للناس مش كل الناس يعني سينمائيين قول لهم كان ماذا يمثل مهرجان كان بالنسبه لفرنسا. مدحت كان بيدخل 50 مليون يورو في اسبوعين للدوله الفرنسيه. 50 مليون يورو. لانه بيحضروا 20,000 15,000 سينمائي و5000 صحفي. كويس. تتحول فرنسا الى بؤره العالم في وقت مهرجان كان. طبعا. كويس. يعني احنا يمكن اكبر عدد من الضيوف السنه دي كان 300. كويس. 300 انا تعمدنا يعني احنا ما عملناش تقشف في عدد الضيوف. كويس. لان احنا في حاجه الى 100 صحفي عشان يغطوا في العالم ويبقى اسمه. كانوا 100 صحفي اجنبي جايين. وفي حاجه الى 200 سينمائي. في حاجه الى وجود 300 واحد ينزلوا في افخم فندق في القاهره وينقلوا الصوره ويرجعوا سعداء. يرجعوا يعني ويروحوا الاوبرا ويرجعوا من الاوبرا وكده يرجعوا يحسوا ان احنا بلد عاديه او فيها امن عكس ما بيحاول ناس يصدروا فكره ان احنا الارهابيين ماشيين طول الليل. ان احنا كاننا ما هو اصل كمان في اليابان ولا في بلغاريا ولا بتاع ما هو بيقرا داعش يعني في الشرق الاوسط. بالظبط. عندهم حاجه اسمها الشرق الاوسط. بالظبط. ما تفهمش الاوسط بالنسبه لمين. كويس. صح. في امريكا نفس الكلام. فاكرين ان داعش دي في شوارع القاهره يعني. يعني اهو في ناس حته كده بيقطعوا فيها الرؤوس ويقولوا الله اكبر. انا موافق جدا على الكلام اللي حضرتك بتقوله. لا في ناس لما تقول لها مصر هي مش فاهمه مصر دي فين بالظبط. الناس فاهمه ان مصر هي اسرائيل على فكره في امريكا. شفت يعني مثلا دلوقتي في مواطن مصري يقرا في الصفحه الاولى في الاهرام في زلزال في جنوب الصين. خلاص. والتفاصيل صفحه 5. في الغالب مش هيقرا التفاصيل. هو كمصري يعني هيقول حرام حصل زلزال في الصين. لكن مش هيقرا التفاصيل بقى انها عبوه بدائيه. وانها مش عارف ما اصابتش حد. مش هيقرا كل ده. وانه هبل وكلام فارغ وكده. لكن هو يبقى ايه انفجارات في مترو القاهره. تمام. فين بقى مترو القاهره بالظبط؟ مش هيجي القاهره اصلا. مش هيجي القاهره. تمام. ففي وقت وفي ازمه اقتصاديه شديده جدا بسبب حتى لو يعني في ناس يقول لك انتوا ليه ما جبتوش نجوم عالميين؟ ايوه ده جزء من التقشف. كويس. طبعا. انا اخدت اقل مرتب لرئيس مهرجان في تاريخ المهرجان كله. المفروض اخد الحد الاقصى مش كده؟ طبعا. خدت الحد الادنى تقريبا. خدت الحد الادنى. لا يعني اقل لا مرتب. أنا اقل مرتب. مش يعني لانه فعلا احساس بالمسؤوليه. احساس بالمسؤوليه. كويس. لما انت مثلا تعرف انه رئيس لجنه الاختيار الافلام واعضاء اللجنه بياخدوا في السنة أقل من 1,000 جنيه في الشهر عشان يختاروا الأفلام. 20 صحفي بيعملوا النشرة يومية باللغة الإنجليزية و20 زيهم بيعملوا نشرة يومية باللغة العربية. بيشتغلوا فيها من الساعة 9 بالليل لغاية 7 الصبح وتطبع من 7 ل 9:30 وتكون موجودة مطبوعة الساعة 10 في الأوتيل وفي المهرجان. دول كلهم بياخدوا اقل من 1,000 جنيه في الشهر. ده ناس بيجهزوا ده بالظبط كده. وكلهم سعداء جدا يعني قصدي يعني مش معتبرين ده التفضل يعني. لا 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 هو كل عايزين يعملوا حاجه كويسه وناجحه. ولو الجمهور جه والشباب المتذوقين للفنون جم المهرجان هيعتبروا ده نجاح كافي. هو ده المطلوب. كويس. فالجو العام كان جميل جدا. حقيقه جدا. جو الشغل جميل جدا. ال راهنا احنا على البرنامج ده. فانه ده يعني هيكون هو عنصر الجاذب. انه يتنفذ بحذافير وتوقيت وده الحقيقه. انه الناس بتتخانق ان ازاي تبداوا الفيلم في وقت واحنا متعودين الافلام بتتاخر.
هو ما عادش ينفع لانه بيتبيع بالقمر الصناعي. ما عادش ينفع. انت مش عارف انا مين وبتاع وتخش السينما. انا شفت حد بجد بيتخانق، هو جاي مثلا 2 و10 والفيلم بدا. بس والله يا دكتور مدحت اتفضل، احنا انا راقبت كل حاجه كويس، كان في مراقبين في كل السينمات. تمام. مفيش حد اتخانق الا سنه فوق ال 40. محدش قال ما تعرفش انا مين. الا عنده 50 سنة. لكن العشرينات في يعني في منتهى، وقفوا طابور واحترموا الطابور وحبوا الفيلم. يعني تخش الاوبرا فيها 1000 واحد، ده حقيقة. الابرة تسمعها. انا قلت للناس المراقبين قلت لهم عدوا لي كم واحد هشغل الموبايل اثناء العرض. فمن غير من 20,000 متفرج واكتر اتعدوا. 26 واحد، 26 واحد في 8 ايام من 20,000 متفرج. الله. 26 فقط اللي شغلوا الموبايلات اثناء العرض. ده سببه يا استاذ سمير، يعني سببه انك لو احترمت الناس يحترموك. تمام. لو عملت برنامج محترم محترم، مش ان الافلام اعظم، يعني ما بدافعش على الافلام ولا لا خلينا انا بتكلم على انك انت على افلام، يعني ما هو ده اختيارات. تحترم برنامجك. تعرض الساعة 9 ما يحصلش، ما تضيعش وقت الناس، ما تضيعش وقت الناس في المواصلات وفي الزحمه. انك ترتب له مكان جميل في قاعده، في موسيقى شغاله طول النهار، في اماكن يعرف ياكل فيها ويشرب فيها، حاجه ادميه محترمه. فالناس احترمت. ما هو بيقول لك انك انت لو الشارع نظيف محدش هيرمي فيه ورقه. ده حقيقه، لكن بيقول لك بجمله وانس لقيت فيه اكوام خلاص هترمي انت كمان. كويس. فبالعكس تم المراهنه على الشباب ونجح الرهان بشكل رائع، ان في متذوقين للفن في مصر. وانا اذكر في ده يعني دايما حاجه ما انساهاش ابدا. اتفضل يا استاذ سمير. مع محمود درويش الشاعر الفلسطيني احنا كنا اصدقاء يعني. طبعا. لانه هو اول ما جه مصر انا اشتغلت مع، كنت انا بشتغل في مجلس الطليعه. وهو بقى عضو مجلس التحرير معايا. كانت رئيستنا الدكتوره لطيفه زياد. طبعا مجله الطليعه مجله يعني يساريه تقدميه ليبراليه، وكانت منبر للمثقفين في الستينيات والسبعينيات والسبعينيات لغايه ما اتقفلت سنه 77. كويس. بعد كده بدنا بالظبط. فالمهم انه ان ان محمود درويش رحت معاه مره مسرح سيد درويش. تمام. كان عرض لا ينسى، مسرحيه كاليجولا لابيل كامي، احد اعظم كتاب المسرح في القرن العشرين. عملها الاستاذ يوسف شاهين في فرنسا. اخراج سعد اردش الله يرحمه. كاليجولا نور الشريف. الهام شاهين كانت اخته، كانت لسه طالبه في المعهد او سنه رابعه وكده، وترجمه رمسيس يونان. يعني ايه النص، الترجمه، الديكور، الاخراج، التمثيل الاداء، والقاعه تقريبا فاضيه. فانا طلعت سنه كام يا استاذ سمير؟ يعني مش ما يعني مش بقى في السبعينيات. في السبعينيات. بس الستينيات ده مستحيل يبقى المسرح كان يبقى فاضي. لا في السبعينيات. فانا خرج بقيت مكسوف في 20 واحد في قاعه سيد درويش. فبقول لمحمود درويش حاجه تكسب بصراحه، انه عرض بالكمال ده ويبقى في 20 واحد. فقال لي حاجه لا انساها. قال لي انت عايز تقول لي القاهره كان وقتها 10 مليون. قال انت عايز تقول لي ان في 10 مليون في القاهره وفيها جامعه عين شمس وجامعه القاهره والتراث ده من المسرح والمتاعب ده، انت عايز تقول لي ان مفيش في المدينه دي 200,000 متذوق رفيع للفنون يجي يملى المسرح ده لمده 6 اشهر؟ فانا انتبهت. كويس. قلت له لا لازم يكون فيها. قال لي يبقى المشكله كنتوا مش عارفين تطلعوهم من البيت عشان تجيبهم هنا اللي ماسكين المسرح ده. واكاديميه ووزاره الثقافه ومش عارف ايه، انتوا مش عارفين تخلوا الناس دي تطلع تجذبهم. ايوه. تخليهم يجوا يملوا المسرح ده. كويس. لمده 6 اشهر. انا ظلت في راسي من وقتها. يا سلام. وقلت انا هراهن في ده. انا ايوه في 20,000. انا كنت في متوقع بصراحه 5,000. كويس. كم 20,000 لما يقروا ان في فيلم الجدار وكرونينبرج وفتح اكين وان شلندورف متكرم في المهرجان وناديه لطفي. على فكره الواحد يعني المهرجان ده كله يكفي ان اسعدنا ناديه لطفي. ناديه لطفي طبعا. لا نسعدها لمده ساعه او نص ساعه طبعا كما اسعدتنا. تكفيني بالمهرجان ده كله. لا المهرجان يا استاذ سمير لازم نعترف. يعني طبعا كان في يعني هجوم على حفل الافتتاح.
لكن خلينا نعمل كده زي ما نقول ايه النت ريزلت بتاع الموضوع. هذا مهرجان من الدورات الرائعه لمهرجان القاهره السينمائي اللي انا حضرته بقالي من كام سنه بحضره، مش عايز اكبر نفسي قوي لكن لا 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 دوره رائعه، وشاهد بيه الناس يعني بيقولوا لي حتى المشاهد اللي كان زمان يقول لك قصه ولا مناظر، بيقول لك ما فيش حد نطق في اي مشهد في اي فيلم خالص، لانه اولا احترام بعض الجمهور ايه ان ما فيش ولا عرض مفتوح للجمهور بتذاكر بدون ترجمه عربيه. دي مكلفه بالظبط، كنا الناس بتخش الافلام مش عارفه مكلفه ايه، مكلفه نص مليون جنيه يعني الترجمه. كويس ان انا اعتبرت انه اهانه للمواطن يدفع فلوس حتى لو الفلوس دي 10 جنيه. بالظبط، ان احنا كانت تذاكرنا التذكره ب 20 جنيه نص السينمات العاديه في البلد. طبعا، وب 10 جنيه كمان للطلبه والاعضاء اتحاد النقابات وكده، فانا 10 جنيه يعني ده علبه السجاير ب 20 جنيه طبعا طبعا. لا بالعكس ده لكن مش معقول واحد يدفع حتى 10 جنيه ويخش الفيلم ما يلاقيش عليه ترجمه عربي وما يفهمش هم بيقولوا ايه. عشان كده جميع العروض الافلام اللي بتذاكر اللي مفتوحه للجمهور متاحه يعني كلها بترجمه عربيه كلها، وده برضو سبب من اسباب الرواج يا استاذ سمير، ان في ناس انا لو لقيت فيلم يوغوسلافي وتخش مش فاهم موجود بترجمه فرنسيه او ترجمه بلغاريه يعني فده يعني ده جزء من عمليه الاحترام للجمهور، والجمهور احترمنا وطلع جمهور محترم جدا 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 وجه وما شغلش موبايلات اثناء العرض. لا لا خلاص انت احترمتني فانا لازم احترمك. لكن ده مش معناه انه المهرجان بلا اخطاء، لا مفيش عمل بلا اخطاء، لا لكن اخطاء في المطبخ محدش عارفها طبعا، واخطاء مهنيه يعني اخطاء مش هي الـ بالخبره يتم تلافيها. يعني انت مثلا دلوقتي بيجي لك طبق عليه ستيك وسوتيه في مطعم كويس جميل جدا ونظيف وصحي 100%، احتمال لو شفت المطبخ بتعرف تاكل بالظبط كده، انت مش هتاكل فطر. المهم لما عندنا حاجات في المطبخ عندنا موقع الكتروني ضعيف في مشاكل كتير تمام، مفيش فيه المعلومات زي ما كان بيحلم بيه يعني كان محتاج لشغل اطول من الوقت تمام اللي اتيح له. عندنا مثلا انه حاجات ايجيبشن قوي يعني اللي هي انك انت مثلا يجي لك الفيلم في علبه معينه دي سي بي في غلاف في شنطه معينه كده فيرجع لصاحبه في كرتونه في علبه بلاستيك في كرتونه كويس حاجات بقى من دي. انا بالنسبه للحاجات المهنيه دي طبعا اسمها مشاكل حقيقيه ان في مثلا في فيلم ما حدش قرا الكتالوج انا بقول لك بصراحه في فيلم وقع من الكتالوج كويس ودي بالنسبه لي خطا فادح جدا كويس. هي دي النوع الاخطاء معلش بس يتم تلافي اللي انا بشوفها. لا 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 احنا عملنا نظام في الشغل انك انت نظام اداري يعني ان شاء الله مصر كلها تتبعه ان شاء الله، ان الشغل مربوط بالعمل الفلوس مرتبطه بالانتاج فانت مثلا انت مش موظف لا الموظفين دول حكايه ثانيه دي حاجه ثانيه تانية. تشتغل وتجيد فتاخد فلوس. فايه الاتفاق كان من شهر اغسطس من شهر اغسطس اللي فات في الثلاث اشهر اللي عملنا فيهم الخطه دي انه يتم الاتفاق مع فلان رئيس تحرير مثلا الكتالوج مقابل 10,000 جنيه للغه العربيه و10,000 جنيه للغه الانجليزيه تمام خلاص يصرف المبلغ ده اثناء انعقاد الدوره بحيث ان اثناء انعقاد الدوره حصل غلط فعلا اتخصم منه ده كل حاجه انت فكل المكافآت السنويه صرفت اثناء انعقاد الدوره بعد ما شفت النتيجه واتخصم من ناس كتير كويس كل من اخطا اتخصم منه بنسبه خطأه كل من ما كملش شغله وهكذا بحيث ان تم ربط الفلوس بالانتاج الفعلي كويس. اما الموظفين بقى دي فدي بقى مشكله مصر كلها مشكله مصر كلها بس ما فيش امل تتراجع عن الاعتذار اذا ربنا يديك الصحه. انا رايي ان المصلحه العامه فعلا تقتضي وجود شاب يعني عنده 50 سنه 55 سنه كده. انا فعلا وبعدين في حاجه مهمه قوي انا حققت بصراحه كل اللي بحلم بيه بالنسبه للمهرجان كويس انا فاذا لازم يجي حد يعمل احسن من اللي انا عملته كويس لكن انا بالنسبه لي مش هقدر اعمل احسن من اللي عملته. انا طبعا دي حاجه يا جماعه نادره الحدوث اخيرا
اخيرا اخيرا هناك مسؤول يستقيل في هذا الوطن الذي لا يستقيل فيه احد. استاذ سمير انت نورتنا. الله يخليك. وشرفتنا. شرفتني بشكل شخصي وللقناه، شرفت مصر بهذه الدوره الرائعه المحترمه التي احترمت الفن واحترمت الناس فاحترمها الناس. الله يخليك، اشكرك جدا جدا. الله يخليك يا استاذ سمير، نورتني. ويا رب بقى تفرغ بقى لكتاباتك ودراساتك ان شاء الله، عشان زي ما استفدنا منها اولادنا يستفيدوا منها كمان ان شاء الله. شكرا استاذ سمير. فاصل وشعراء الذين فازوا بجوائز احمد فؤاد نجم اللي بتعملها مؤسسة سويرس. مين معانا حد الاول؟ معانا الاستاذ عاصم نجاتي. صح، هنتكلم على التراث الافريقي او في مهرجان معمول للفنون الافريقية. فاصل واستنانا وانت حر. افريقيا في قلب مصر، ده موضوع يعني سعى جمال عبد الناصر من زمان جدا جدا ان تظل افريقيا في قلب مصر ومصر في قلب افريقيا، ونتيجة لتقلبات كثيرة جدا في السياسة فقدت مصر هذه الرياضة الافريقية. بنحاول دلوقتي نستعيدها. ساعدني استضافة الدكتور عاصم نجاتي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. واشرح لي المؤتمر اللي معمول ده اهميته ايه دلوقتي سياسيا ومجتمعيا وثقافيا وكل حاجة. والله المؤتمر ده احنا بننظم يعني منذ تولي شرف مهمة رئاسة المركز في شهر اغسطس اللي فات، فكان طموحي ان احنا نعمل ان المركز القومي للمسرح يبقى له دور بحثي اقليمي. تمام. فطلبت من الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة ان احنا ننظم مؤتمر ثقافي فني دولي كل 6 شهور. كويس. وهو بصراحة رحب ووافق على الفور. قعدنا فكرنا، انا بشتغل بشكل جمعي داخل الادارات اللي عندي، قعدنا نفكر ايه اللي احنا ممكن نطرحه في الدورة الاولى. فقلنا ان اليونسكو هو اختار افريقيا كعام 2014 هو عام افريقيا. تمام. وبالتالي احنا في ازمة كبيرة جدا الخاصة بسد النهضة ومتباعدين جدا عن افريقيا، فقلنا احنا محتاجين كقوة ناعمة هذه الثقافة كقوة ناعمة ان هي تشوف تقرب من افريقيا. احنا ما عمرنا ما شفنا مسرح افريقي، عرض مسرحي افريقي مثلا. تمام. او مهرجان للمسرح، ولا شفنا فيلم افريقي الا نادرا في المهرجانات فقط. فقلنا طب احنا ليه ما نطرحش مساله افريقيا في قلب مصر ونقرب من الاخوه الافارقه. ونقرب اكتر، ما يبقاش بس هي شركات المقاولات اللي بتروح في غرب افريقيا، وندي فرصه للاخرين ان هم ينتشروا في افريقيا واحنا بعاد عنها. فقلنا احنا نجيبهم عندنا. تمام. ونتعرف عليهم وعلى ثقافتهم وعلى فنونهم. فكره رائعه الحقيقه. يعني حضرتك شايف ان الفنون هي اقرب الطرق للوصول الى وجدان اي انسان. تجيب الافريقي، ودايما عندهم احساس يا دكتور وانا لمسته حتى مش طبعا. في افريقيا بس، ده يمكن في المغرب العربي نفسه. ان احنا دائما هم حاسين بينا واحنا مش حاسين بيهم. دي حقيقة. هم حاطيننا في بؤرة الاهتمام واحنا حاطينهم مش في اي بؤرة. فهل ده سبب من ضمن الاسباب؟ طبعا ده اهم الاسباب اللي ادت ان احنا نشتغل على المؤتمر ده. لان احنا حتى المحاور اللي احنا طرحينها في المؤتمر، طرحين مثلا الفنون الادائيه الافريقيه، طرحين المسرح الافريقي نفسه، التجارب الادائيه خاصه في الموسيقى وفي الفنون الشعبيه وفي المسرح، كل ده بالاضافه الى ذلك احنا طرحين افاق التعاون بيننا وبينهم من خلال التجمعات الافريقيه. وعملنا حاجه كمان، يعني انا شايف من وجهه نظري ان احنا جبنا دول ليها علاقات ثقافيه جامده جدا بالافارقه وليها علاقات ثقافيه بينا. يعني احنا مثلا سفاره الهند مثلا. تمام. جبنا سفير الهند هيبقى موجود. كويس. جبنا سفاره اذربيجان مثلا. دول ليهم علاقات قويه جدا جدا جدا، تواجد في افريقيا وتواجد في مصر. بالظبط كده. بالظبط. يعملوا مثلا زي جسر. بالظبط. ما بيننا وبينهم. جسر ما بيننا وبينهم. تمام. وعندنا كمان ما نسيناش المغرب العربي، احنا جبنا عندنا من تونس الاستاذ عز الدين جنون. وعندنا من المغرب رشيد امحجور. وجبنا من نيجيريا حد يعني هو مرشح لجائزه نوبل للفنون والاداب 2015. مين؟ هو اسمه سموي كاتب وروائي، يعني هو نمره 2 بعد ولس وانيكا. حضرتك عارف ان ولس وانيكا خد جائزه نوبل للفنون والاداب. هو هيقول كلمه الضيوف. سموي
اسمه فريدريك أسيموي ده كاتب نيجيري وكاتب مسرحي وأديب وأستاذ في جامعة ليجوس هناك في نيجيريا. تمام. وده إن شاء الله هو اللي هيقول كلمة الضيوف الضيوف اللي موجودين. هو المهرجان من إمتى يا دكتور؟ من كام لكام؟ المؤتمر هو 3 أيام والضيوف هيحضروا إن شاء الله يوم 5 بكره ان شاء الله ديسمبر بكره 5 ديسمبر ان شاء الله. إن شاء الله. حفل الافتتاح هيكون في مسرح مركز الهناجر للفنون يوم 6. تمام. فعاليات الدورات المؤتمر هتبقى في المجلس الاعلى للثقافه بدءا من يوم 7 و8 وهيغادروا ان شاء الله يوم 9. ايه بقى الفعاليات يا دكتور اللي هو ايه يعني الفعاليات؟ احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك الجلسه الاولانيه هتبقى يوم الاحد 7 ديسمبر من الساعه 10 للساعه 12 الظهر في قاعه المجلس الاعلى للثقافه، المسرح الافريقي الواقع والمأمول، ودي بيديرها الدكتوره نهاد صليحه وبيتكلم فيها مجموعه كبيره الادب والمترجمه والكاتبه بالظبط كده. الجلسه الثانيه هتبقى من الساعه 12 ونص للساعه الاولى هيبقى في استراحه شاي، وبعدين من 12 ونص لاثنين هنبقى بنتكلم عن المسرح الافريقي والهويه. دي هيديرها المخرج المسرحي الكبير التونسي عز الدين جنون. تمام. الجلسه هيبقى في استراحه، الجلسه الثالثه هيديرها الاستاذ الدكتور احمد مرسي استاذ الادب الشعبي وسافرنا السابق مستشارنا الثقافي السابق في اسبانيا. تمام. دي هتتكلم عن الفنون الادائيه في افريقيا ونشر ثقافه السلام. ودي هيبقى ضيف فيها الاستاذ علي مهدي نوري وهو سفير السلام باليونسكو وهو سوداني. وحاليا هو ماسك الامين العام لمؤسسه المسرح الدوليه الاي تي اي. تاني يوم ان شاء الله يوم الاثنين هتبقى الجلسه الاولانيه تجارب ادائيه مصريه افريقيه، ودي بنتناول فيها جميع التجارب اللي احنا كمصريين تناولت مسرح افريقي. احنا بعتنا لكل الجامعات المصريه بلا استثناء وفي اوراق بحثيه كثيره جدا 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 مقدمه عن الـ 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 الفنون الافريقيه. بالظبط عن الفنون الافريقيه. وبرضه احنا جبنا من جنوب السودان وشمال السودان وجبنا من اثيوبيا، عندنا مثلا من اثيوبيا احد اساتذه المسرح ورئيس قسم المسرح في جامعه نيويورك. ده هيكون موجود معانا ان شاء الله. وعندنا ديبورا اسيموي دي مؤلفه مسرحيه ومديره مهرجان سان دانس في شرق افريقيا، جبنا من اوغندا يعني جمعنا حوالي عندنا 9 ضيوف من شرق وغرب وشمال افريقيا وجنوب افريقيا. جهد الحقيقه يا دكتور بجد جهد هايل. الله يخليك. انا عايز اتكلم يا دكتور، ده فكر حضرتك واللي معاه. مظبوط. ليه ده ما يبقاش يعني اقصد ليه ما فيش تناسق؟ يعني في الوقت اللي انتوا بتعملوا ده، طبعا ده مش مهمتك بس انا بطرح الفكره. أيوة. نفسها. في التوقيت اللي حضرتك بتعمل ده يبقى عندك وزاره التعليم والتربيه والتعليم بتعمل تبادل للخبرات مثلا مع افريقيا، وزاره الصحه بتبعت، يعني ده يبقى جزء من منظومه عامه للدوله. طبعا. بدل ما كل واحد فينا يبقى بيشتغل لوحده. يعني وهي حاجه عظيمه انك حضرتك عملتها، بس انا بوجه يعني افريقيا دلوقتي فعلا زي ما الدكتور بيقول في صد نهضه، عندنا مشاكل كثيره جدا. طبعا شفنا المؤتمر الفضيحه اللي اتعمل اللي كان اتنقل بالصدفه على الهواء ده، اللي واحد قال نبعت ابو تريكه لصلاح. يعني كانت اشياء بدائيه وساذجه والحقيقه نقلت صوره سيئه جدا لمصر، لكن اللي الدكتور بيقوله ده هي دي مصر الحقيقيه اللي احنا نعرفها واللي احنا بنسعى ليها، وهو هي دي الدماغ الوطنيه المصريه اللي بتؤمن بالفنون وتؤمن بالآخر وتعرف تتحاور معاه بشكل راقي ومحترم ومتحضر. والله أنا أتمنى يعني. وفي حاجة هايلة جدا هو متبنيها الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، هو متبني حاجة اسمها مشروع اسمه المنظومة الثقافية للدولة. تمام. المنظومة الثقافية للدولة دي تنشد دولة ديمقراطية ثقافية مدنية دستورية حديثة. تمام. وده هو حلم، هو يعني بيحاول ان احنا عاملين مذكرات تفاهم بين وزاره الثقافه وبين جميع الوزارات. طيب. يعني بين وزاره الاوقاف، وزاره التعليم، وزاره التعليم العالي، وزاره السياحه. يعني كنتاج لمذكره التفاهم بيننا وبين وزاره السياحه. سعيت انا ان احنا ليه وزاره السياحه ما تبقاش هي سبونسر اللي معانا في المؤتمر. جدا. فتولت هيئه تنشيط السياحه برئاسه السفير ناصر حمدي. تولت هي التذاكر الطيران. واحنا تولينا في العلاقات الثقافيه الخارجيه الدكتوره كميله صبحي وزاره الثقافه تولت الاقامه والانتقالات والاعاش. المجلس الاعلى للثقافه برئاسه الدكتور محمد عفيفي امين عام المجلس الاعلى للثقافه، احنا في ندوات. الهناجر برئاسه الدكتوره اماني يوسف تولت يعني حاجه عظيمه، حاجه تنسيق بالظبط.
التنسيق بالزبط. ده اللي هو اصلا مثال ان هو جزء اساسي غيابه اللي بيؤدي لاشياء كثيره. يعني هذا التنسيق هو اللي ينجح وعدم وجوده هو اللي بيؤدي بالزبط. الى الاحباط وفشل اي شيء. فانا سعيد اصلا بتجربه هذا التنسيق اللي حضرتك بتتكلم عليه. هل حضرتك بتقول كل 6 شهور هتعمل؟ ان شاء الله الست شهور بعد كده هتعمل. في اول يونيو احنا عندنا اختيارين زي ما قلت لحضرتك، انا العمل الجماعي تمام، وبالتالي احنا طرحين عندنا في الادارات، عندنا في اداره البحوث طرحين حاجتين، يا اما هنشتغل على المسرح والتغير الاجتماعي في العشر سنين الاخيره من الفتره اللي مرت بيها بقى الثورات والتغيرات الاجتماعيه، يا اما هنتكلم عن السنسور شيب اللي هي الرقابه. تمام، انت احد الموضوعين. انت ميال اكثر ليه؟ انا ميال للرقابه. انا ميال زيك للرقابه طبعا، لان الحركه المسرحيه الحقيقه لازم نعترف انها في اخر 10 سنين كانت يعني محبطه وغير نشطه ووصلتنا لان احنا ما عندناش مسرح بالزبط. وقد يكون من اسباب الحكايه دي الرقابه. طبعا، فالرقابه هو موضوع مهم جدا، وكلنا يعني في وطن بعد ثورتين عايزين حريه وعايزين بالظبط. فانا اتمنى ان ده يكون موجود وطول الوقت في حتى يعني حتى مشكله الرقابه نفسها، مشكله الرقيب، مين الرقيب وبيدرس ايه عشان يراقب عمل فني مثلا كاتبه نجيب محفوظ. تمام، مش كده؟ طبعا متفقين تماما. وبعدين احنا المسرح محتاجين، يعني احنا المسرح المهرجان القومي المسرح الدوره اللي فاتت جذبت المتفرج، يعني رجعت المتفرج. اذا المتفرج ده متعطش انه يتفرج على المسرح. تمام، احنا بقى محتاجين نعمل استراتيجيه مسرحيه نقول فلسفه كل مسرح، يعني المسرح القومي غير المسرح الحديث غير المسرح الطفل، كل مسرح لازم يبقى له استراتيجيه ولازم يبقى له فلسفه. وجمهور مسرح الطليع مثلا افانجارد الثياتر ده مش ممكن يبقى هو نفسه جمهور مسرح الحديث. طبعا المسرح الكوميدي في انشائه انشئ وقتها عشان يواجه اسفاف ما كان يسمى وقتها بقطاع الخليج وقطاع القطاع الخاص. طب دلوقتي المسرح الكوميدي الكباريهات فين؟ اللي كنا بنشوفها. طب المسرح الكوميدي ده فين دلوقتي؟ هل له رساله؟ طب احنا محتاجين نعمل ده. واحنا عندنا في المركز القومي للمسرح حاليا، انا بعكف برضو الدكتور جابر كان طلب مني في امر تكليفي ان احنا نبحث كمركز بحثي سبب ابتعاد هذا المتفرج عن المسرح. تمام، ونبحث كيفيه اعاده رونق المسرح المصري. تمام، وانا قلت له بصراحه يا دكتور جابر احنا عندنا ازمه كبيره جدا، احنا دايما نتباكى يا دكتور مدحت على زمن الفن الجميل. كان عندي هنا امبارح بالمناسبه يعني الاستاذه سميحه ايوب. طبعا، فطبعا يعني طبعاً. ذكرت اللي حضرتك بتقوله لما مسكت مسرح الحديث سنه 73 طبعاً. وجابت محمد نوح وبتاع، يعني اتكمل حضرتك. فاحنا بنتباكى على طبعا الاستاذه سميحه ايوب دي استاذتي، وانا شرفت ان انا عملت بطوله مصر اخر مسرحياتها الشبكه مع استاذ محمود حميده اخراج استاذ سعد اردش. فانا بحييها جدا. طبعا احنا محتاجين يا دكتور ان احنا ما نتباكاش بقى. تمام، يعني احنا خلينا نبص لبكره، نصنع لنفسنا زمن فن جميل خاص بينا. انا موافق جدا. احنا ليه بنبعد دايما دايما نتشدق بالماضي؟ تمام، احنا اللي بنينا الهرم. احنا كان عندنا عبد الحليم. تمام، احنا كان عندنا عبد الوهاب. انا موافق. احنا الريحاني. طب فين احنا؟ ما نصنع احنا بمفرداتنا بمعطياتنا. هناخد طول الوقت في موهوبين وطول الوقت في فنانين وطول الوقت في ناس عندها استعداد تبذل جهد. يعني بس احنا نصنع لنفسنا، احنا محتاجين احنا نعمل دفعه للامام بنفسنا من نفسنا. يعني نطمئن اهل المسرح، لان انا استضفت هنا ناس كتيره جدا عندهم تجارب خاصه في المسرح زي شركه زي فرقه فابريكا. طبعا، ناس كتير بيعملوا محاولات لان هم يعملوا مسرح وبيمدوا ايديهم للدوله. انا نشدت الدكتور جابر عصفور، هو مثقف كبير وصديق وانا شخصيا بحبه على مستويين المهني والانساني، ونشدته كذا مره ان هذه الفرق دول ولاد انت ب ب ب ب بتنشر وعي وبتنشر تنوير ضد ثقافه ارهاب وضد تطرف ومن خلال. هل ده يا دكتور مش ممكن يحصل هذا المزج بين الدوله ممثله مثلا في حضرتك في مسرح الدوله وهذه الفرق الخاصه؟ يعني منها المهم فرقة فابريكا عامله مثلا الليله الكبيره. طبعا، عاملاها على مسرح سيد الصاوي، مضطرين طبعا مسرح صغير مشغولين. أيوة، الناس اتنشرها. ليه ما بيحصلش هذا المزج بين الولاد دول وبين وزاره الثقافه؟ والله انا طبعا انا اتمنى، انا عشان انا بس مركز بحثي فانا ما فيش احتكاك، ولكن انا لسه متفرج لهم على حفله قريب. يعني حتى مخرجه الحفل وبطله الحفل الموسيقي اللي معمول مسرح الموسيقي هي داليا فاضل، هي نجمه حفل ختام
يعني انا اخترتها هي تحيي حفل ختام مؤتمر القاهرة الثقافي الفني الدولي. الله. ومثلا الافتتاح هيحيي الاستاذ كرم مراد مثلا المطرب النوبي المعروف. أمين. وهيغني باكثر من لغة، هيغني بالامهرية وهيغني بالنوبية وهيغني بالمصرية. أمين. بالعربية. أمين. فاحنا عندنا تبني لكل انا سعيد بلحظات بتقول الحياة، لان يعني الواحد مش حابب تبقى الناس، انت في الاول وفي الاخر حضرتك فنان طبعا، سواء كنت في وزارة الثقافة او بره وزارة الثقافة أكيد. فانت فنان طبعا، فهذا المزج الناس محتاجاه دلوقتي علشان يعني الناس ما تحسش بالاحباط ويحس ان الدولة بتعاديه كفنان، وهو الدولة لا يمكن تبقى بتعاديه طالما في طبعا. مثقف زي جابر عصفور طبعا، حفظ الالقاب طبعا. لا يمكن حاجة بيعادي حد او مش عايز. فانا الحقيقة سعيد بانك اخترت الناس دول، وانا يعني من وجهة نظر المتواضع حضرتك بتقدم نموذج محترم جدا لمثقف مصري بشغف ذات الثقافة وعايز يعمل حاجة تتجاوز حدود الفكر الضيق بتاع ان انا موظف فانا بشتغل. لا، ما انا غير موظف، يعني انا ممثل ومخرج يعني وكاتب حتى وكاتب وشوية يعني واستاذ في اكاديمية الفنون معهد فنون مسرحية قسم التمثيل والاخراج، ومهندس خريج هندسه القاهره قبل كده، فانا ابن مسرح الجامعه. المهندسين دول يا باشمهندس ده كلهم فنانين، ده حاجه. طب بس حضرتك صغير قوي على الحاجات دي، شكلك صغير على كل هذه الخطوات. الحمد لله. لا بسم الله، مش اصلا انت نموذج مشرف، انا سعيد بحضرتك. ما التقيتش بحضرتك قبل كده، لكن انا لما بلاقي نموذج مشرف زي حضرتك كده بقول يا ريت كل يعني المسؤولين يبقوا بالشكل ده. يعني الدماغ الموسوعية، الدماغ اللي عايزة تاخد رأي الآخر، مش بس مش ديكتاتور عايز يقول رأيه بس. انا شايف ان ده متحقق. انا طبعا انا بتمنى ان شاء الله ان مصر في قلب افريقيا يبقى يعني تظاهرة فنية محترمة ومهمة جدا وتفتح افاق احنا فعلا بندور عليه ان شاء الله. هو احنا مسمينه افريقيا في قلب مصر، افريقيا في قلب مصر، مصر في قلب افريقيا. اه بالظبط، يعني احنا محتاجينهم هم في قلبنا. تمام. احنا يعني احنا في قلبهم، احنا متاكدين ان احنا في قلبهم، احنا محتاجينهم هم بقى يبقوا في قلبنا ونتعرف تمام. عليهم وعلى ثقافتهم. وانا احتمال كمان ان شاء الله انا عندي الروايه بتاعتي اللي هي تحيا مصر، هنفتحها ان شاء الله يوم الاحد. ده اخراج حضرتك؟ ده اخراجي وانتاج مركز الهناجر الفنون ان شاء الله. وان شاء الله اتمنى باذن الله في الختام ان ضيوف الختام هيبقى في بعد حفل الختام وبعد الكلمات هيبقى في استراحه، ثم يشاهدون ان شاء الله العرض المسرحي تحيا مصر ان شاء الله. ربنا يوفقك يا دكتور، واحنا نبقى موجودين في تحيا مصر، لان احنا ما قدمناش غير ان احنا كل يوم نقول تحيا مصر. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور، متشكر. وشرفتنا، وان شاء الله بعد نجاح المهرجان تبقى ضيف علينا ان شاء الله. نهنيك على النجاح ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا جدا. شكرا يا دكتور. فاصل واستنانا، ما تستناناش، انت حر. والشعراء الفائزين بجائزة نجيب ساويرس باسم احمد فؤاد نجم اللي فازوا امبارح، 4 شعراء جمال وشباب بدون الامل. فاصل وانت حر. يوم 3 ديسمبر 2013 رحل عن عالمنا الفاجومي أحمد فؤاد نجم. وفي ذكراه الثانوية أقامت مؤسسة ساويرس حفل لتوزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية بنادي جاردن سيتي. والحقيقة الشرط الوحيد للجائزة كان أن الشعر اللي نختاره هيكون شعره فيه من روح أحمد فؤاد نجم الله يرحمه. يعني كان ده المطلب الوحيد، أن يكون أشعاره اولا عاميه، ثانيا انه يكون الروح احمد فؤاد نجم في الشعر اللي هو اختاره لنفسه. احمد كان ضد الظلم وضد الاستبداد، وكان مع الديمقراطيه، وكان مع الحريه، وكان مع العداله الاجتماعيه، وكان نصير الفقراء. موضوع انه جايزه لشباب شعراء العاميه تبقى مخصوص ليهم وتبقى فعلا لجنه تحكيم حقيقيه بتحكم يعني بمصداقيه فعلا وبتختار ناس، يعني انا اتفاجئت بالاختيارات، اختيارات ممتازه، دي اكتر حاجه تسعد بابا فعلا. على القائمه الفائزه بالمراكز الخمسة الأولى كالتالي: رانيا منصور عن ديوان تمرين للقلب على الغيبة، سعيد شحاتة عن ديوان طرح النهار على نخل فبراير، عمرو أبو زيد عن ديوان نوفمبر شهر ملائم للموت، هيثم دبور عن ديوان يأكلهن 7 عجاف عن البقر والحلم، مصطفى إبراهيم هو الفائز بالمركز الأول
عن ديوان المانيفستو. ديوان المانيفستو معظمه عن الثورة تقريبا 3 ارباعه. كنت يعني مشغول فيه من ان انا اوثق الاحداث اللي عدت عليا 3 سنين بتوع الثورة، عشان التاريخ يعني محدش يكتبه غيرنا احنا يعني. كنت اتمنى ان هو يكون قراءه، وكنت اتمنى ان هو يكون معانا النهاردة يعني، وكنت اتمنى ان الجائزة تكون باسمه وهو عايش. يعني هيبقى حاجة كويسة ان احنا كل سنة نفتكر نجم واحنا بنشوف جيل جديد طالع بيكتب حاجات ممكن يكون نجم مؤثر فيها بشكل كبير جدا. حضر حفل التقديم عدد من الفنانين اللي استمتعوا بالشعر والشعراء اللي بيقدموا أنماط شعرية جديدة ومهمة. مسابقة والفائزين فيها طبعا شيء مفتخر جدا وشيء عظيم جدا. أنا شايف إن الجيل ينبئ بمستقبل عظيم جدا لمصر في الأدب وفي الفكر وفي الفن وفي أشياء كثيرة جدا جدا. وأنا شايف يعني إن شاء الله على أيديهم هتحصل نهضة جميلة جدا جدا لمصر. أنا شايف الحماس في عينيهم، شايف الحماس في كلامهم، شايف الحماس في رؤيتهم. طول الوقت هيبقى فيه في مصر مواهب جديدة في الكتابة، سواء في الشعر أو في القصة أو في السيناريو، بس هي المسألة عايزة إزاي نراعي ونرعى هذه المواهب ويعني ندعمها بحيث أنها تتطور وتدي دايما. أنا النهاردة ساعتي يعني ساعتين الاثنين مع بعض عم أحمد فؤاد نجم، هو شخص عزيز عليا جدا زي ما هو عزيز على مصر كلها وعلى كل الناس اللي بتحبه، وانا بعتبره زي والدي وليه فضل كبير جدا عليا. فرحتي الثانيه علشان مصطفى ابراهيم، يعني مصطفى ابراهيم يعني صديق عمري وكاتب 90% من الاغاني اللي انا بغنيها. جيل جديد طالع بافكار واراء جديده، قلمه هو سلاحه وهو الوسيله اللي بيعبر بيها نفسه، وفي النهايه هو امتداد للفاجومي. يسبق كلامنا سلامنا يطول في السامعين معنا، عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى. الأرض صلوة ندى رضا انتحر. أول ما الاقي شباب قمر زي اللي قاعد معايا كده، أي إحباط أنساه واي يأس ولا يبقى موجود، واحس ان مصر جاية غصبا عن عين اي حد. صح يا جماعة؟ طبعا. صح. يعني خلوني اولا ابارك للشباب الرائع اللي معايا الشعراء الجمال دول. احنا من يومين قدمنا 2 شعراء رائعين ومعانا 4 شعراء. نبتدي طبعا بالجميلة رانيا منصور. اهلا يا رانيا، نور الدنيا، وصديقي الزملكاوي الشاعر العظيم حبيبي هيثم دبور. منور يا هيثم. على شمالي عمرو ابو زيد، منور يا عمرو. وبعدين الكوميديان سعيد شحاته. انا بص على طول كوميديان لانه بيهزر من ساعه ما دخلنا، وانا بعتقد ده ان شاء الله لازم يبقى يعني مكلكع وكده، فطلع حاجه ثانيه. اولا الف مبروك الجواز، والجواز بالنسبه للاربع الشعراء طبعا مبروك لمصطفى ابراهيم. وبالنسبه للاربع شعراء كل الجواز زي بعضها يعني، ما فيش نمره 2 و3 و4، هم كلهم يعني شعراء جمال. قولي لي اول مره تشترك في المسابقه ولا دي في المسابقه دي؟ هي اول مره. هي اول مره بدات تجمع، لكن اشتركت في مسابقات قبل كده، خدت جوائز. في اشتركت في مسابقات قبل كده زي يعني هي ما كانش ليا نصيب فيها بصراحه، دي تعتبر اول حاجه حظها يعني. انت اولا منين؟ من القاهره. انا ليا فروع صعيديه لسه كنت هقول لك انت يعني ليك فروع صعيديه. اكيد. والدتي من الصعيد اصلا. ووالدي من القليوبيه. بس الجزء الصعيدي هو اللي هعرف من شعرك، هعرف من شعرك. الصعايده انت عارف يا هيثم لهم مفردات خاصه بيهم ولهم طريقه كده معينه غير شعراء الوجه البحري واسكندريه وكده. صحيح. انت طبعا نجم يعني، انت الناس اول مره تشوف الناس الشباب دول. خالص والله. راجل نجم. خالص والله ابدا. بالعكس انا امبارح استمتعت بالتعرف عليهم. كان في يعني بعضهم قريت له كتير. طبعا باركت لمصطفى، انا مصطفى اقرا له واتابعه كتير. والحقيقه يستحق. يستحق الجائزه جدا. وفي حاجات حتى قبل الهوا كنت بكلمهم في شويه قصائد سمعتها منهم امبارح. يعني الحقيقه شدتني بشكل كبير كمستمع، فيعني هغششك كده لو هم ما قالوهاش هقول لك لازم يقولوها. لا لا انا عايزك تقول لي لازم يقولوه ايه، لان انت طبعا عندك ذائقه شعريه وراجل بتكتب وكده، فانت برضو سمعت قبلي.
انا سمعت حد حاجه فيها شيكابالا، فطبعا كزمكاوي لازم حاسب مش عارف ايه اللي كتب شيكابالا. انت يبقى انت شيكابالا خلاص فيها زمالك ده. احنا حد فيكم اهلاوي هنا؟ حديده يا رب. بص خلاص صعيب انا لقطته من اول لحظه. منورين الدنيا. نبتدي بمين؟ انا عايز احنا جايين نسمع شعر فمش هنقعد نرغي كتير. نبتدي برانيا كالعاده. ده اسمها حط اتفضلي يا رب اتفضلي يا رب سمعينا. اوكي. قصيدة بعنوان معلش يا زهر. عارف ولو انك مش عارف، في طوبة في روحي بتتفتفت، متخيل روحي بقيت فتافيت، مردومة الدنيا علي عياط، بتنقط جوه دلوعي صريخ فبوطي الصوت، بمسك منديل ورقه مرطب، وضعك قلبي في حكايات النور وافضل اطبطب، اهدى اهدى وضعك قلبك لسان غيم هينور تاني اكيد لازم، وامسك ورقه سلوفان بتوش تتلف في ايدي وتصبح دايره نور بتضم، واتمنى انا وانت نكون جواها في نص القطر، ونخلي معانا ديوان نقراه وشويه ميه عشان لو عدش اتجنتنا نسقيها نسقسق نواحيها. بتحب المشي؟ راح الف الدنيا على عينيا، مع اني بقالي كتير بعيا، مش حلم اتمشى في عالم مسحوم على الاخر، ما بقتش تحمل بعد ما كملت ببعادك. طب فاكر يوم ما تمشينا في الزحمة يوميها تعبت ازاي؟ حبيت من قلبك تعبانة؟ انا ابدا لا مش قوي يعني. تعبانة ازاي؟ وفي سري ازاي وانت معايا؟ بتحجب كنت وكنت بقول ما هونش عليك، هتهون مسافتنا الشاردة في صحراء الناس، وتكش كأن ما بيننا مفيش، قستك مشدود ورجع للعادي، صبحت قريب من تاني. فاكر؟ ولو انك مش فاكر، الضحكة اللي كانت مفروشة على وشي زمان لما عرفتك، الحاجة الواحدة اللي بتعلى وبعلى معاها كانت يعني، وانا كنت كمان. دلوقتي بتخرج مجروشة وبيفضل حزني عليك سجان، بيقول الغوص تمرين للقلب على الغيبة، بيقول الغوص تمرين للقلب على الغيبة، وحاولت اتنفس من كام بحر ومعرفتش، مش عارفة اتعود على المية، المية بتوجع حساها، لما تلقاها ومنتاش جنبي تعلمها تحن عليا. والغيم أشباح مليانة الأوضة كتير بالغيم، والغيم أشباح منتش وياي عشان تحرقهم أنفاسك، ما بحبش لون تبخير الدنيا بتصبح بيضة كمان بالكب، وأنا قلبي ده حبك مش بالكب، بس أنت عرفت تقول معلش معلش. لو عارف طبعا مش عارف، لو عارف إن الكلمة دي وش مرشوش بالغش، بتخلي القلب اللي كان مرتاح بيدق بسرعة طلق النار بس ما بيموتش، فيبحت صوتي تهدي خلاص، الخنقة وكسرت نفسك شيء والعالم شيء، كان نفسي أموت والفرحة في بقي ومبلعهاش بس أدقها، شدتها وهي على شفايفي من غير ما الحق فتحك، وكأن الحزن خلاص شطب وبهزر حتى ولسه الروح عمالة تنز، وكأن الطوب في الأرض بيفهم ضحك أكتر منك، فيزق أقدامي عشان محروقة وصبحت مصدر دم وهم، عمالة تلزق في المشين فتحرك برضو من غير نفس، واتشد كأني شريك بيسف مش فاهم حاجة لكن شغال، بستنى اليوم اللي يفكوني كلام مفهوم ويقولوا غريبة صباح له لزوم، وانا اقول معلش خبوني عشان جوايا اتنزع على الاخر، بقى شكلي وحش مكسوفة من الوش المزحوم، بملامح فاضية وقلب اتشقق كله خروم، كان فاكر يوم هيجيله البشر، معلش يا زهر معلش. الله الله الله، ايه الرقة والشعر الجميلة دي؟ هي رقيقة شكلا وموضوعا وكتابة والفاظا وكل حاجة. تستاهلي تستاهلي 100 جايزة مش جايزة واحدة. ربنا يخليك، رأيك يهمني والله. الله بجد والله أنا سعيد، أنا بفرح يا هيثم أوي لما بشوف الشباب ده. أنا بحس يعني خليني أقول لكم شعوري، أنا حاسس إن مصر بتتولد من جديد رغم كل دعاوي اليأس والإحباط اللي بيحاولوا يزرعوها في سكتنا. أنا حاسس لما بشوفكم، واول امبارح كان معايا طالب واخد دكتوراه من جامعه انجلترا اسمه مصطفى، سنه 22 سنه في النانو تكنولوجي، وشعراء تانيين بتاع، بحس طول الوقت ان مصر ولا حد هيقدر عليه. صح يا هيثم؟ صحيح. قوه مصر الحقيقيه يمكن كانت في القوه الناعمه بتاعتها. يمكن المصادفه اللي ليها علاقه بان احنا بنتكرم لجائزه خاصه باحمد فؤاد نجم هتقول لك ان التاريخ على امتداده
احنا ما عملناش حاجه، بس التاريخ على امتداده باين في القوه الناعمه دي، في قوه نجمه الشيخ امام لما كانوا بيعملوا اغانيهم وبيقولوا اشعارهم وبيتسجنوا وبيطلعوا. فقوه مصر الحقيقه في الكلمه اللي بتفضل والكلمه اللي بتعيش والموضوع اللي بيفضل، ده بقى القيمه. لان لو الجمهور مش عارف احمد فؤاد نجم الشعر العظيم والشيخ امام، ظلوا مطاردين من جميع الانظمه من ايام عبد الناصر لغايه اخر نظام، بيتسجنوا ويطلعوا يتسجنوا ويطلعوا، كانوا مهددين، محدش يعني كان تعتبر اغانيهم او حفلاتهم هي الحفلات السريه في البيوت. ومع ذلك بعد هذا العمر ظلت قيمه احمد فؤاد نجم والشيخ امام الله يرحمهم الاثنين هي القيمه الباقيه. وذهب كثيرون كانوا مليين الدنيا صراخ و لكن كانوا زي الطبل الاجوف ملوش اي قيمه. هتقول لنا ايه؟ نسمع سعيد طيب الاول. طيب ماشي، حسب ترتيب الابجد. نسمع سعيد. نسمع السفر صح. هو تعقيبا على كلام حضرتك، بس يعني انا كلام فيهم لا على نجم وانهم كانوا مغلبين الدنيا يعني. طيب. فانا مش عارف هم دلوقتي عاملين ايه في الملائكه فوق بصراحه، نجم امام بالامام يعني. بالتاكيد لهم ثورات وجولات في الجنه ان شاء الله. طبعا فوتوا. انا هقول اربع مقاطع منهم مقطع للزملكاويه طبعا. عد على نفسك. تتفضل. لازم. بدأ غلط. انت خليتك لاخر الحلقة يعني. لا لا لا. اتفضل. مقطع. اتفضل. يعني حياتنا فداكم. ودايرين نبارك وندعي لخطاكم. ولو يوم عطستم هنعطس معاكم. ولكنكم لو دخلتم جهنم اكيد مش هنغلط وندخل وراكم. الله 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 الله. مش بقول لك انا حاسس عنده السنس، انا اكتشفته من اول لحظه. حيت عينيك العلم كل القلوب حيت، يم الوليد اتفطم على عشقها وبيت، لو قالوا مات الجدع قول الجدع عايش، والله يا مصر قادر حتى لو ميت. الله الله الله. لما موت في طابور طويل علشان رغيفي، مش هلوم على الصمت والخوف والتخلي، والنجف رافع على الاسفلت سيفي، هرسمك على السكة سجادة مصلي، هرسمك لوحتين ولونهم بكيفي، وازرعك ياسمين في فدان التجلي، واما احس ان النهار الجاي صيفي يبقى عيب الضلمه في الصنع المحلي. الله. واما نعرف مصر من صوت العريفي يبقى شاعر مصر مش ممكن يسلي. الله الله الله. المقطع الرابع بس مش عايز. الله بس حلو قوي، انا عجبني قوي. جميل. بسم الله ما شاء الله. لا قول يا عم انا بهزر. مظلوبه روحك فوق حيطان الدار، موجوعة روحي بضربة الجلاد، قلبك مهيأ يشتهيه نهار، قلب المهيأ مشتهيك بلاد، يم الضفاير ورد في البنوار، لساكي أمي ولسه فيك ولاد، احنا العيار اللي توهب للطار، وانت انتصار الصمت على الأشهاد، يا صمود جريد النخل في الطيار، يا قصيدة لما يهدنا الإجهاد، مصلوبة روحي تفوق شواش النار، موهوبة روحي بنهدى واستشهاد، يم العواجز طمني الزوار، وخديني سيف لمواجهة الأوغاد، أنا شاب لكن عمري 100 قنطار، انا عود بخور من روح فؤاد حداد. الله 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 الله. يا صعيدي انا اصلنا من السوهاج يعني. من السوهاج. بس عايشين في كفر الشيخ. بس يعني طبعا العيله مستقره. في بحيره البرولس يعني. ما هو الصعايده منتشره. رؤيس اكبر في بحيره البرولس بالمناسبه. ايه؟ رؤيس اكبر في بحيره البرولس والله. طبعا عمرو. انت هتقولش كباله هتقولش كباله، بس مش ضروري دلوقتي يعني. قول اللي انت عايز تقوله في الاول. طب ممكن نبدا بيها. نبدا بعودة شيكابالا. عودة شيكابالا.
القصيده بتقول الشتا لم هدوم وسافر خد وياه الشال من كتف الحزن والنور من بصة ست الحزن والرعشة من الحصة الأولى وكتابة اسمك على الديسك والجوز من على وش السحلب وموسيقى مسلسل أرابيسك والمطر الهارب من الجنة ريحة أطيب من ريحة المسك خد وياه الثورة وأغانيها وذكرى الحلواني اللي بنيها خد سحر القربة ومبانيها والغنى بالليل وما سابش البرد خد نفخ الحظ في حجر النرد خد حبر الندى من ورق الورد منساش ولا شيء ولا تفصيلة جرد التفاصيل فأجاد الجرد الشتا لم هدوم وسافر وفضلت لوحدك بتعافر سابك في الصيف علة وعالة بتحاول يأسا تتعايش وبتقنع نفسك بالحالة وتقضي الوقت في سخافات حواديت متعادة ومتقالة إذا كنت بتسأل عن حل فالحل في عودة شيكابالا. الله. الحل في عودة شيكابالا ولا إيه رأيك ولا مخليني أنا يا جماعة ببقى فرحان بكم قوي بجد. ببقى سعيد كده ما ألاقي شباب جميل وصغير أنتوا شايفين إن الثورة أطلقت لسان الشباب. طبعًا. الثورة أطلقت لسان الناس كلها مش الشباب بس. بس لان احنا دايما بنطلق عليها هي ثورة الشباب اللي بدأها الشباب ثم كلنا نزلنا فاحنا يعني من الجائزة نطلق عليها ثورة الشباب فيعني فرق اندر جراوند شعراء بس خلينا اقول حاجة هنبقى ظالمين او محملين الثورة اكتر مما تحتمل لو قلنا ان هي كانت انطلاقة للشباب بس فرق الاندر جراوند والقصائد اللي ممكن تبقى ثورية حتى الاعمال الفنية اللي بعضها ممكن يبقى منع او الناس ضيقت عليه في اعمال كتيرة جدا الحقيقة موجود من ايام مبارك يعني موجود نجم موجود وموجود حتى في جيلنا طبعا ما فيش حد بيقول اصل الثورة مش هتقوم فجأة الشباب لازم اجيال بتسلم جيل وهو صحيح حتى القصيده اللي انا كنت بقولها اول امبارح كنت بقول كده يا فؤاد حداد ويا عم جاهين كان نفسي تكونوا مع الملايين صحيح خلاص وتشوفوا الناس وتشوفوا انتوا اللي بداتوا ده وعبد الحكيم الجراحي واحمد عبد الله رزه وذكرت انا موافق بس لازم نقول ان الذي كسر حاجز الخوف بالنسبه لجيلنا نزول الشباب صحيح لازم نعترف بهذا يا اما نبقى ناس يعني ايه لازم نعترف ان اولادنا انا قلت في اول يوم للثوره لابني اثبتت الايام ان جيل الفيسبوك اجدع من جيل ابوك خلاص بس ده على مستوى الشارع بس يا دكتور يعني ده على مستوى الانسان البسيط على مستوى الشارع لكن لو بصينا للشعر وبداياته من عمنا فؤاد حداد شعر عمنا بالتحديد يعني اعتقد ان في ثوره كانت ما اطلاقا ما انا بقول كده صلاح جاهين قال القمح مش زي الدهب القمح زي الفلاحين عيدان طويله جدرا بياكل فطين ايام الملك وهو كان ابوه قاضي شرعي وراجل مش يعني ليس من الدهماء او عامه الشعب سمعنا ايه يا هيثم انا هقول القصيده الحقيقه انا كنت ناوي اقولها امبارح بس ما قلتهاش امبارح يا ريت عشان تقولها لي النهارده عشان اقولها لك النهارده انا كنت بختار قصيده من اثنين هقولهم قصيده ليها علاقه بمصر قصيده ليها علاقه بساره مراتي اللي انت عايز تقوله فانا امبارح قلت القصيده اللي ليها علاقه بمصر عايزين نسمع ساره مراتك أيوة. عشان انا كنت اسمع ساره كمان وبعدين القصايد اللي بتتقال للستات بيبقى فيها رقه كده وجمال فانا عايزين نسمع الحقيقه انا ما بكتبش قصايد رقيقه كتير او طويله حتى فالقصيده دي القصيده دي قصيره يعني انا بستغرب نفسي اتفضل يا حبيبي القصيده كانت بتقول ومطمن وانا بسعى عيونك جنتي الواسعة وحفلة سينما من تسعة ومسكة ايد لحد التتر شفايفك مصر لما تصور ونشوة صوفي لما يدور ملاك مخلوق بطاقة نور وبرضو انتي شيطان الشعر سألتيني بحبك بس فجاوبتك وهو البس ده شوية الله 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 الله
يا بختك يا ساره، يا بختك يا ساره كده هتلاقي كل واحد فينا ما نرجع بمرات تقول لي انت شايف الراجل بيقول لي قصيره قوي يعني. اشمعنى القصيده اللي فيها حب لمراته؟ مش عارف مراته عاملها بتاعه مصر. شفت انا بوقف قاعد بتوقف على سيف فلان ست يعني هاديه ومفيش اي حاجه يعني. سيب الراجل يروح دلوقتي. تحبوا تسمعوا قصيده بصوت نجم وبعدين نرجع؟ سمعونا يا جماعه قصيده بصوت الشاعر العظيم احمد فؤاد نجم. اعرفكم جميعا ان السجن سور، واعرفكم جميعا ان الفكرة نور، وعمر النور ما يعجز يقزح الف سور، وعمر السور ما يقدر يحجز بنت حور، واعرفكم جميعا ان الظلم شايخ، واعرفكم جميعا باب السجن خايخ، واعرفكم جميعا ان ملهش اكرة، واعرفكم جميعا انه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعا ان الثورة فكرة، وبشركم جميعا ان الوعد بكرة، والنور عندنا وعندكم يا حبايب. هبة والشويش امين قال سعيد النقشة بندي. ام غريب عم اسماعيل قال محسوبك يا فندي. امس سمعة يروح معاه. الشويش قال غرب دمك راح تقصني وفوق قفاه كف طرقع ده هي فمك. تفتكر يفضل سمعة قد ايه في الاسم نايم؟ استضافوا الحجز جمعة يا بلاش قابل عزايم. شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين، قال يا عالم يا شويش يا نيابة يا مسؤولين. خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة، هي عشبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة. قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم مالي. قال له عبك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف فوكس يمكن خدت تسمم غصب عني. الوكيل قال برضه ممكن. والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكره تتولف وزاره للكلاب ياخدوك رئيس. روح الشعب المصري احمد فؤاد نجم، مش كده؟ صحيح. رايك يقول لي كل واحد كده يقول لي اجمل قصيده من وجهه نظر، طبعا كل قصايده حلوه، بس ايه اللي حسيت ان ده احمد فؤاد نجم؟ لا في حاجات كتير الحقيقه. يمكن في حاجات كتير قوي، حاجات كتير يمكن. قلب الست لما سمعتها كنت لسه بقول لحضرتك ده اول ديوان جبته كان مدبولي الصغير. يمكن عم احمد تحديدا ليا معاه موقف ما انساهوش خالص. من 10 سنين بالظبط اتقابلنا في كمكتب خير رمضان. فكان هو رايح يعمل حوار بالصدفة وانا قابلته واديته قصيدة من قصايدي، كان اول ديوان ساعتها افكر انزله. ساعتها سلم عليا جامد وبتاع، قال لي انت هتبقى شاعر كويس، هتبوس هتعالى حضنك وبتاع زي ما بيعمل الحاجات اللي انت عارف الحاجات اللي بيعملها دي. رائع. وقال لي انا هكتب لك مقدمة ديوانك الاول. انا قلت بقى هو هينخع بقى وبتاع مش عارف، خد رقمي وانا هكتب لك مقدمه الديوان الاول. كلمني بس بعد اسبوع. كلمته بعد اسبوع وقال لي طب هات الديوان وعايز اشوفه وبتاع، والحقيقه اهتم. فالنقطه ان التاثر ما بيبقاش بس بالكلام اللي كاتبه، بالمواقف كمان، بالسلوك يعني. في هو كان متزقا مع نفسي تماما، ومن الشعراء وانا طبعا عاصرته كتير اللي لما يسمعك بتقول شعر يحضنك ويبوسك ويبقى فرحان بيك. مش كل الناس كده على فكره يعني، وانا اعلم يعني. هو كان متصالح مع نفسه. قالت له قصايد كتير؟ قالت له من ضمنها مصر يما، يعني من ضمن القصايد الهايله اللي انت بتحبها له. انا بحبها طبعا. صعيدي كفراوي يا عمنا. لا لا انت اصلا صعيدي، انت الدار على الاصل. لا انا بحب نجم جدا طبعا، ده اتربينا على قصايده واتربينا على اغاني الشيخ امام. بحب نواره بنت النهارده تبقى بتقطع تباليون جديد، يا رب بارك يا رب كبر يا رب حافظ يا رب زيد. بحب عزه، هي دي عزه مصر اللي فضلنا. بحب كلمه ست جدا طبعا، دي حاله خاصه يعني، بقى التليفون معايا باستمرار. بحب قصيده عبد الناصر اللي هو بيتكلم فيها اللي يقول ابو سعيد وفين ان طلعوا ظابط، يعني زي ما سمعنا شويه. انا بعشق القصيده دي على فكره، دي من القصائد. عمري ما قابلت احمد فؤاد نجم الله يرحمه لما اقول له قول له القصيده دي. طبعا القصيده ديت مصر. جميله جدا. انت عارف دي كتبها ليه؟
لما ماتوا مات ام وراح ام ايوه راحت كده واحد قال لها انت بتعيطي على الراجل اللي سجن ابنك عمود البيت وقع فلان عمود الخيمه وقع شوف شوف الحس الانساني. مين اللي هيسمعنا قصيده بقى؟ هنبتدي نرجع ليك تاني. التاني ايه في نظر عجبنا نقول شعر اصلا. طيب قولي لي ماشي انت عمر جات القصيده تقول الشعر هجهز بقى قصيده خلاص يا ساره انت خدت حقك كده خلاص خلي بقى الراجل له قصيده طويله. طيب القصيده دي اسمها محروق عينه. تمام. قال لك تعبت رديت وقلت الدنيا غلب اياك نسيت قولك زمان الدنيا ساتر حايش الراحه اللي هناك. قال لك ومليت من الغبا قال تمضغه وتبلع هتقوى قال كل حي عليه يقع قبل ان يقوم قال قلبي متخيط بشر قال لك تفك الخيط بابره خير تداوي وتجرح الجلد المحوش جوه منه الدم الاصفر مده وشرور راح تنطفي وعيون بتفلق ميت حجر راح تنشطر جواك بشاير تتفتح جواك قيود قال والوقوع قال لك تمسك بالتي اقوم وعود ربك عليم بيك فاصطبر البحر اهوج راني موجه الملتوي قال لك سماك اوسع غطى يغطي العيوب ربك بيستر رغم علمه بالدواخل فتناول الرحمه بكفوفك اشرب تعافى وارتوي يا رب تبت من الشيطان صابتني طفره ذنب غيره هي انا ساعدنا توب مني وغبايا لملمت زحف العين وقفت اديتني على الخدين الم حزن وسكوت يمكن افوق علمت على القلب المزين بالتكبر قلت له اتواضع اياك تصطبر على الكبر حاسب ينتصر قلبك لئيم يا حي يا حي جاوب عن ندى ميت بيرفع صوته لجل يستجير فاني وملهوش غير يعاود رفع ايده يقيس دراعه طال فين مجنون بيستنى العفو ويقول صفحت بس العفو برغم ذلك راح يعين يا من سؤاله يرد بيه الحمل يصبح له طريق قال يا الطريق كون مستقيم مش حمل تعريج في المدى جوايا معوج غصب عني ومنكسر فافتح لي سد من المعارف ذنبي في قلة نظرتي نفسي في بصيرة قلب كانن محروق عينك من جحيم شوف البصيرة فانطوي وفكر على مهلك بعيد. الله الله ايه المزج الجميل ده بين العربي والثقافة الإسلامية القرآنية يعني انت خريجه ايه الاول؟ انا تربيه لغه انجليزيه كمان عشان كده المزج ده شكلها كده هتكتب بتكتبي شعر انجليزي ولا بتكتبي؟ لا بكتب حاجات لا يعني مش شعر بترجم حاجات. بتترجمي؟ والله ترجمتي ايه طيب قولي؟ بترجم قصص قصيره وترجمت عدد من الكتب. والله برافو عليك الترجمه دي أزمة صنع عايز أعمل شوية لا مش عارف أقول بقى هقول هعمل هتلاقي 50 برنامج عامل خلينا زي ما احنا بس الترجمة دي مشكلة المشاكل مشكلة أدبية يعني كمان الترجمة الأدبية مختلفة مش أي حد مترجم كويس يعرف يترجم أدبيا وعلى فكرة كلما غابت الترجمة عن بلد كلما اضمحلت الثقافة في هذه البلد صحيح فاحنا دلوقتي نعتبر من البلاد التي لا تترجم الترجمه حتى الافلام بقت بتترجم في الاردن فبقت عندنا مشكله قويه طبعا وتوفت العظيمه رضوى عاشور الله مترجمات العظيمات يعني صحيح. يا فنان عمنا فنان بص هناك يا عم انا قاعد جنبك اهو يا بتاع كفر الشيخ هتقول لنا ايه؟ مبسوط كده؟ جميل خلاص طبعا عشان تعرف تروح هتقول لنا ايه؟ الريح مدار والخطوة خطوة للنجا ولا بداية الانتحار والرب ساكن في السماء ولا بيسكن كل دار وانتي هزيمة مؤكدة ولا انتصار انتهى الحلم اللي كان لسه بيبدأ ينقضي واتحطمت كل السفن في جميلة الزمن الرضي وانت اللي فضلالي كمان عايزة تسيبيني وتبعدي خلاص امشي وسيب الحزن بيعيط على دراعي ما دمت امنت بخداعي خلاص امشي وما تبصيش على ضي ومش ماشي في ريح بيتكم فما تعديش على حي
ولو شفتيني في السكة هغمض عيني لا زيك ولا زيي عشان انسى وقلبي اللي طفح مشاوير كمان يرسى وتوب عنك في لحظة ما عرفت انك حياتي ودنيتي وناسي وناري وسكري وشي هنتباعد وانا عارف مفيش مخلوق على ارضك هيعرف يعشقك زيي ولا هيصور الصورة اللي في دماغي ولا هيدادي ويناغي فما تعنديش باجي وامشي وخليني احاول اطلعك مني واشيلك من دفى رمشي ولم في حلمنا الضايع ولو قلتي كلام للناس فقول ان انت بيعاني وانا اللي ما زلت مش بايع وقول اني تملي بفوت في نص الليل على بيتكم عشان اشرب امل منك تنشف ريقي خبيتكم وقول اني رميت سفري على نارك وحجيت 500 مرة وفاكر كعبتي دارك وطفت شربت من ايدك وانا ملزم وحسيت ان انا اتوضيت وان ايديك كبير زمزم. الله 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 بسم الله ما شاء الله عليكم. مش عارف اقول ايه. مبسوط في واحد الشعر الجميل كده بتنقله الواحد الواحد بيبقى بعض الاحيان محبط من اشياء كثيره لكن اول ما بيسمع الشباب كده بيقول شعر وبتاع حاجه تفرح بجد والله. مصر ولاده ومصر كبير ومصر عظيمه جدا والله. انا موافقك تماما حاجه جميله والله يا هيثم بيجي لي هنا اولاد شباب في كل المجالات. الولاد دول ازاي طلعوا في الزمن الغريب اللي احنا عشنا فيه ده يعني احنا عشنا في زمن حصل فيه تجريف لعقل مصر كلها الولاد دول حصل تجريف ودول طلعوا ما كانش حصل كان حصل ايه؟ طبعا ايه رايك يا عم؟ كان حصل كان طلع اضعافهم بس يعني يمكن ده برضو التجريف ده هو اللي خلى الناس دي تطلع يعني ان هو حد بيقاوم اللي بيحصل انا شايف كل حاجه وحشه فانا نفسي ابقى كويس نفسي اخلي الناس حتى اللي حواليا كويسين يعني بس انت تنفع تمثل على فكره يعني انت شاعر شكلك رومانسي قوي انا بفكر ممكن حاجه تشوف ما تعرفش في بعد ده انا قاعد هتقول لها صوتي بقى هقول قصه اسمها الناس الناس اتفضل بتقول عن الناس اللي دايما عندها القدره يرشوا اليأس كالبودرة ويمنعوا أي شيء يحيا على الأرض اللي شبعت موت سلام عن الناس اللي برضو عندها القدرة يزيحوا اليأس بالخضرة ويرسموا في الركام ضحية مغطي جنبها شجر التوت عن الناس اللي فجأة تهب بمزاجها وترجع تهدى بمزاجها وترفض أن تطيع مخلوق إذا في يوم داس على مزاجها عن الناس اللي مرضانة وعارفة ومهملة علاجها عن الناس اللي سهرانة في ليل موصول بقاله سنين عن الناس اللي كفرانة وبرضك عشمانين في الدين عن الزغروطة في الميادين وعن كسر الرخام الحر عن الناس اللي بتسافر وترجع تلقى نفس المر فترجع تاني وتسافر ولما تروح تقول غربة عن الخوص اللي على التربة وعن شق الترع في الحيط عن الدنيا اللي خانقاهم وخانقينها بنفس الخيط بخيط الهزل والتطنيش عن الصبر اللي ما بيرويش ونار ماسكه في طروف الهيش عن الحب اللي عارفينه في وسط الزحمه صعب يعيش فلسه بيحفروا له قلوب على الشجره وعلى التماثيل عن الناس اللي شبه النيل حزينه بس عكس الضي عن الشعب اللي ماله زي الله 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 عن الناس قصيده طويله هيثم بقى عن الناس مش كلمتين بقى ثلاث كلمات تقول لي خلاص كده متشكرين انت عارف ان انا ما بحفظش برضو لا زيك. انا زيك ما بعرفش احفظ اي حاجه خالص لازم اقرا من قدام احنا قدامنا قد ايه يا جماعه؟ حد يقول لي طب اتفضل هقول حاجه اسمها وشوش صعب تنساها تمام ايه في الوشوش يتنسي دول منحوتين يا بشر بصمة قلوب من السما وعيون تشوف في العمى واما تقول يا قدر اجمعنا تاني يا ريت الرد يجي ربما وما بين تمني وامل والاحتمال والاجل حاجة كده في عقلنا شايلة لوشوشهم صور يشبه بذل الاطفال
يكمل يكمل وطن. وعشان كده في وشوش عشرية تشبه وشوش، تشوفها فتقول لها انا اعرفك من فين وانت ما تعرفوش. كيف الوشوش تتنسي والشعب كبرها، قصصها في ستنسل بالسبراي على الحيط، ورا الوشوش حواديت عن بنت حبت ولد وتعلقوا بدبلة لكنه مات للبلد من غير ما يستأذن، مقتول ومتخون، والدبلة تصبح مسد مربوط في جيد البلد او مشنقة لشنبات في وشوش مليها الزيف. وعشان كده في وشوش تتسمى وش الضيف، تجرح قلوبنا هوى تقتل بدون تكليف. انت الوشوش تتنسي اذا كنا لابسينهم قناع ورق للوش، مصنوعة ضد الغش ضد الرصاص والموت، فيها مكان يمنحك عينك تكون عينهم، شافوا الميدان والمدى والحلم في الأفئدة، والنار إذا موقدة تحرق ملغ ظالم، والناس إذا لمحوك ورا القناع يسألوا دول يا ترى الشهداء عادوا في نفس الوشوش. وعشان كده في وشوش زي الكتاب تقراه، قدسيته وضياه خلاك ما بتفرقوش. ليه الوشوش تتنسي واحنا وشوش زيها، تجاعدها فوق خدها شفايفها تنحت حجر، لو بس تراب ارضها كف الوطن مرعوش صعبان عليه نفسه، انك في حضنه ذليل فيمد ايده ليك طويلة مليون ميل، حملة التاريخ والنيل والفلسفة والجبر، ويقول انا رايدك يكفي خنوع الصبر على وش قتله العشق. وعشان كده في وشوش الصدق لوح منقوش مرفوع على جبينها وللجبين محنوش. الله الله. قولوا لي يا جماعة، انت نبتدي بالاستاذ سعيد المبتسم دوما، هسألك سؤال، انت حاسس باحباط دلوقتي؟ هو الاحباط سايد في الشارع كله. انا عن نفسي الحمد لله متفائل ان مصر هتبقى كويسة جدا، رغم فعلا حالة الملل والضيق اللي احنا عايشينها. احنا فعلا عايشين حالة ملل وضيق، لان احنا كنا متوقعين ان الدنيا هتتغير بالشكل المطلوب، بالشكل اللي احنا بنحلم بيه وبنحلمه لاولادنا. تمام. يعني مصر بكره هتبقى ازاي؟ ده اللي طرحناه في 25 يناير. مصر النهارده بقت ازاي؟ ده السؤال اللي احنا دايما بنقف قدام المرايه ونساله لنفسنا. تمام. احنا وصلنا لمصر لفين؟ هل احنا اخطانا؟ احنا ما اخطاناش طبعا. لكن هل اللي حصل في حق مصر والاحباط اللي مال الناس بعد الثوره ده جريمه ارتكبها الثوار؟ هو ده السؤال اللي الناس لازم تساله لنفسها. تمام. هل الحكومات المتواليه والمتعاقبه على تاريخ مصر من 25 يناير الى الان هتحسب على الثوره ولا هتحسب عليها؟ اعتقد الى الان محسوبه عليها، مش مع الثوره، محسوبه على الثوره. ده رايك يا عم؟ لا انا مش حاسس باحباط، انا حاسس بيأس. المرحله الاكبر. تقريبا كل شيء انتهى يعني خلاص. كل شيء انتهى. تماما يعني. طيب انت تعرف تاريخ الثورات في العالم ولا؟ ماشي، ما هو في جوله ثانيه كمان سنين كتير يعني. ابقى انا اسف يعني، ممكن حضرتك وفي شاب تاني قاعد وانا اقول له انت اعظم مني وهتبدا. لا مش اعظم، انا مش بتكلم. لا الفكره بتكلم يعني، كان في 77 والناس. لا مش انا بقول تاريخ الثورات مش 77، تاريخ الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه بس الثوره المصريه انتهت، الثوره الفرنسيه كانت مكمله، الثوره المصريه انتهت تماما يعني. الثوره الفرنسيه ما كملتش، الثوره الفرنسيه ذبحت الناس اللي قاموا بيها. بالظبط. هو ده الطريق الثاني اللي احنا برضو يعني هي مقفوله من كل النواحي. يعني ليه بقول لك كده؟ انا مش ضد ان انت تبقى محبط، لكن دي مش حاجه كويسه يعني. مش ضد ان انت تبقى يائس، بس انا ضد انك تبقى يائس. اصل انت لما تبقى في سنك ده ويائس يبقى ايه؟ يبقى مفيش بلد. بس انا افتكر ان ده يعني انا عارف جيله كله شعور عام. احنا بدانا نعتبر نفسنا جيل كبر وبعدين جيل ثاني. ما احنا بنقعد هنا وبنقعد مع الشباب الجميل اللي انا بقول لك قدمت ولد معاه دكتوراه في نانو تكنولوجي، بيقول لك ان مصر جايه. لما انتوا تبقوا موجودين دلوقتي وبتقولوا شعر وتاخدوا جوائز، وتبقى انت سنك كام سنه؟ 25 35. تمام. هيثم 28 32. عملتوا وعندكوا دواوين مطبوعه وعندكوا قنوات بتشوفكوا وعندكوا فرق اندر جراوند كل يوم بتطلع كل يوم بتغني، ده شيء يدعو للامل ما يدعوش للاحباط.
خليك محبط شويه بس بلاش تيأس عشان خاطري. انت رايك ايه؟ انا يعني المود بيتغير من وقت للتاني بس بشكل عام لو ما شفناش يعني انا محبطه من الوضع الحالي جميل. بس عندي امل ان ولادي ممكن يعملوا حاجه. ف اللي انا متضايقه منه ومش عارفه اوصله عن طريقي انا شخصيا ممكن ازرعه في ولادي، ممكن هم يطلعوا احسن مني، يمكن اشوف الثوره على ايديهم هم، يمكن اشوف النتائج تاخد 20 سنه وتطلع، يمكن المهم اشوفها. يعني مش لازم حالا، هو في حاجات بتاخد وقت شويه على ما تطلع، بس انا لو سبت الدنيا خالص وكده كده بايظه يبقى عايزه. خليني اقول لك حاجه طالعه من الديوان نفسه. تمام. الديوان ده لما طلعته كان حتى اسمه صعب شويه بالنسبه لديوان عميه، كان اسمه ياكلهن سبع نعجاف. تمام. متاخده من الايه القرانيه من التنص القراني يوسف عن السنوات العجاف في مصر. تمام. والحقيقه لما قدمت الديوان قدمته بمجموعه ابيات صغيره بتقول حتى النبي ابن النبي اللي اتسجن في نظام غبي كان حيلته ايه غير بس حلم يفسره. ويمكن هي دي رؤيتي للمشهد ككل. من اول عنوان الديوان لحد تقدمته. لو احنا في سنوات عجاف فاحنا ما عندناش غير حلم واحد محتاجين نفسره. يعني سيدنا يوسف، سيدنا يوسف طلع من السجن بسبب حلم فسره. فهي فكره انا لازلت شايف الحلم، يعني لسه عندي امل في الحلم. نحلم على كيفنا نغلب عذاب خوفنا ان شاء الله. بشكرك يا هيثم. شكرا يا دكتور. بشكرك يا شاعره يا جميله. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يكرمك. بشكرك يا عمرو. شكرا يا دكتور. يا عيار محبط وليس اليائس. بشكرك يا سعيد، نورتونا ومبروك الجوائز وان شاء الله تبقوا شعراء كبار وتطلعوا كل يوم هيطلع شعر. انا بشوف شعراء 16 سنه وحاجه جامده جدا، اوعوا تيأسوا، مصر جايه ان شاء الله. ان شاء الله. دي كانت نهايه الاسبوع مع الشعر والشباب الجميل. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. استنونا، ما تستنوناش، انتحر.